طيب احنا هنتكلم النهارده اول حاجه اول كلامنا كده الجزء الجديد او الجزء الثاني اللي هو برنامج السهر. وده اول حاجه هنبتدي اول جزء او بدايه ان احنا نشوف يعني ايه بقى. انا بس كل اللي عملناه قبل كده كان مجرد رسم كنا بنتعلم ازاي ارسم لوحه معينه او شكل معين على الكاد. بس هو ده اللي احنا اتعلمناه. عايزين بس نتعلم اول برنامج من برامج الاناليسز اللي هتعلمنا ازاي نحل. اناليسز معناها انك تحل مش ديزاين. في فرق ما بين اناليسز وديزاين. عايزين بقى نشوف الكلام ده كله اصلا ايه برنامج الساب ومبني على ايه والنهارده احنا هنعمل ايه. احنا هناخد في الساب زي ما قلنا قبل كده ثلاث حصص. اولهم النهارده دي حاجات اللي احنا المفروض نعدي عليها على برنامج الساب في الثلاث حصص دول. اول حاجه فيهم بداية النهارده هنقعد نتكلم شويه كده عن يعني ايه اصلا البيزكس بتاع برنامج الساب وهو شغال ازاي. مش هنخش في تفاصيل قوي ولا هنخش في الطريقه نفسها بتحل ازاي بس نبقى فاهمين هو بيعمل ايه وبعدها ايه وبعدها ايه. بعد كده عايزين نعرف يعني ايه دايمنشن اليمنت يعني ايه تو دايمنشن اليمنت يعني ايه ثري دايمنشن موديل او اليمنت حتى. بعد كده اول حاجه نبتدي نعملها النهارده عايزين نتعلم نعمل مودلز لبينز وتراسز وفريمز ايا كان بقى الاشكال بتاعتي كل التفاصيل دي كلها. عايزين نتعلم ازاي نعمل موديلنج الكلام ده ونطلع النتائج بتاعته ونقارن بقى النتائج دي هي فعلا شبه اللي كانت بتطلع لنا لما كنا بنحلل ايدينا ولا لا. المره الجايه هتبقى تاني حصه ودي هنقعد نشتغل فيها على انواع الضغطات دي. عايزين نعمل موديل مثلا مسار سلاب وفلات سلاب. هنعمل الكلام ده بان احنا نعمل حاجه اسمها دي اكس اف من الكاد ونسحبها على الساب او ان احنا نتعلم بقى انا لو عايز اعمل الموضوع من بدايته لنهايته على برنامج الساب نفسه دي ممكن تتعمل ازاي. بعد كده هنشوف بارز بيم وهولو بارك سلاب كمان. في ثلاث حصه هيبقى ازاي اعمل موديل 3 دي. احنا كنا بنشتغل عليه الحصه الثانيه دي موديل 2 دي. همسك كل سقف لوحده. يعني همسك السقف ده لوحده واحده السقف اللي بعده لوحده واحده. اللي عايزين بقى نعمله بعد كده لو انا عايز اعمل موديل 3 دي المبنى كله كده على بعضه عايز اطلعه ازاي. يطلع بقى مثلا 25 دور ايا كان عايز اشوفه كده بالمنظر كامل 3 دي. وطول ما احنا ماشيين في الكلام ده عايزين نشوف النتائج هتطلع ازاي وبرضه لازم نتعلم النتائج بتاعتي انا هصدقها ولا لا. مش اي ناتج هيطلع المفروض تصدقه. المفروض اول حاجه تعملها من اول ما تشوف الارقام الارقام دي منطقيه ولا لا. انا مش عارف الرقم الاكزاكت كام يعني الحل المفروض يطلع كام بس عارف هو المفروض يطلع شكله ازاي. والله لو طالع في الشكل ده ده بيديني شويه ثقه كده او ابتدي اصدق ان النتائج دي ممكن تكون صح. لكن هي مش البرنامج مش هو اللي بيطلع غلط انت اللي بتدخل له غلط. يعني لو عملت بس اي معلومه باي شكل من الاشكال وهنشوف ايه الغلطات اللي ممكن نغلطها واحنا شغالين هيفهمها بمعنى ثاني وبالتالي هيطلع لك الحل بتاع مين بعد المساله الثانيه مش دي اللي انت عايزها خالص. ساعتها الناتج بتاعها بقى غلط بالنسبه للمساله الاصليه بتاعتك. طيب اول حاجه بس كده تعال نفهم يعني ايه الفرق ما بين 1 dimensional element و 2 dimensional element عشان لما نخش جوه البرنامج ونقعد نشوف انواع الالمنت اللي هو بيستخدمها نبقى عارفين هو هنستخدمها فين وبناء على ايه. طيب احنا الحاجات اللي احنا بنستخدمها كلها احنا عايزين نعمل موديل لمبنى مثلا. العناصر اللي موجوده جوه المبنى دي هي ايه؟ بدايه بقى من الفاونديشن بعد كده عمدان وبعدين كمر وسوليد سلاب مثلا بلاطات ثلاث سلاب. المهم دي الالمنتس الرئيسيه اللي عندي. انواع الالمنت احنا بنقول عليها في 1 دايمنشنال الالمنت 2 دايمنشنال الالمنت في 3 دايمنشنال الالمنت كمان. طيب ايه الفرق ما بينهم او مين اللي ينفع يتمثل ب 1 دايمنشنال مين اللي ينفع يتمثل ب 2 دايمنشنال ومين اللي يتمثل ب 3 دايمنشنال. اي حاجه موجوده في الطبيعه ليها كام بعد؟ ثلاثه اكس واي زائد طول وعرض وارتفاع. الفكره كلها احنا اللي احنا عايزين نعمله هو مجرد موديل ده نموذج. اللي احنا عايزين نعمله ده موديل عايزين نعمله للاستراكشر اللي عندك. طيب هل الموديل ده انت عايزه يطلع حاجه تبيكال شبهه ولا عايز حاجه نموذج يكون بسيط ويطلع لك الناتج اللي يوصل لك الاستراكشر بتاعك. طيب الكلام ده بقى يتعمل ازاي؟ لما بيكون عندك الالمنت بتاعك اللي انت شغال عليه وليكن مثلا دي كاميرا ليها عرض بي وتخانه ادي تي بتاعتها وده الطول بتاع الكاميرا. دول الثلاث ابعاد. طب ابعاد الكاميرا دي كانت بتبقى في حدود قد ايه؟ القطاع مثلا 25 سم والدبس 60 70 سم. طب وطولها؟ 10 سم كبير بالظبط كده 5 متر 4 6 10 ايا كان. طيب ايه النسبه بين اطوال الثلاثه؟ النسبه بين اطوال الثلاثه ان في بعد اكبر بكتير من البعدين التانيين وبالتالي
تقدر ساعتها عشان تمثل الالمنت ده انك تهمل البعدين مين؟ الصغيرين، وينفع بس تمثله بخط موجود في السنتر لاين بتاع مين؟ بتاع القطاع، وده اللي احنا بنسميه وان دايمنشنال الالمنت. عشان كده دايما لما كان بيترسم لك مساله بين كان بيترسم لك شكلها عندي خط واحد بس. يبقى وان دايمنشنال الالمنت هو الالمنت هيستخدم لتمثيل اي عنصر في بعد من ابعاده الثلاثه كبير بالنسبه لمين؟ البعدين التانيين. طيب الكلام ده ينطبق على العمدان ولا على الاعمده ولا لا؟ عمود القطاع بتاعه كام؟ 50 في 50 ده ارتفاع الدور اللي هو طول الارتفاع 4 5 6 برضه ستيل لسه في بعد اكبر من مين؟ من البعدين التانيين. ففعلا تقدر تطبق برضه عليه انك تستخدم في الوان دايمنشنال. طيب تعال نشوف كده حاجه تاني زي السقف. تعال نمسك باك يا واحده، ابعادها كام في كام؟ 4 في 4 5 في 5 اي بعد انت عايزه. وادي الطول الاولاني وده الطول الثاني ودي التخانه. ايه النسبه بين الابعاد الثلاثه؟ في اثنين كبار بالنسبه لمين؟ بالنسبه للثالث. هل ده ينفع اعمل اثنين واشتغل على واحد بس؟ فساعتها ده بيقول لك ان الالمنت الانسب لده هو مين؟ هو تو دايمنشن. طب ده هيمثل ايه؟ البعد اللي انت هتهمله اللي هو مين؟ التخانه. يبقى انت هتيجي في السنتر لاين بتاعها بتمثل مين؟ بلاطه بالمنظر ده. فهيبقى عندك التو دايمنشن الالمنت بتاع البلاطه حاجه بالمنظر ده كده. يبقى تاني كده ايه اللي هيخلينا نمثل البلاطه ولا شغال التو دايمنشن الالمنت؟ هي ان في بعدين كبار بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتالت. طيب ده هينطبق بالنسبه للبلاطه. طب لما تيجي تشتغل على حيطه زي مثلا شيو برضه على في الكلام مثلا 3 4 متر وممكن اكتر وممكن اقل، وارتفاع الدور مثلا 4 متر وتخانه الحيطه 25 30 سم، دي تمثل بقى يعني من الدول دي 2 دي. طيب ده بالنسبه لل 2 دي. طيب نيجي بقى لحاجه ثالثه اللي هي 3 دي وهنشوف هتستخدم في ايه. لو حد منكم شاف حتى صور للسدود او حاجه فهتلاقوا ان ابعاد الحيطه بتبقى عباره عن بلوكات من الخرسانه ارتفاعها وليكن 3 متر وطولها البلوك بتاعها مثلا 3 متر والعرض بتاعها في حدود 2 او 3 متر. طب انت شايف النسب ما بين الثلاث ابعاد دول ايه؟ كلهم قريبين من بعض، تنفع ينفع ان انت تعمل اي بعد منهم، وده اللي بنسميه ده 3 دي المنت. وده انك لازم تمثل الالمنت بتاعك زي ما هو. وده اللي موجود جوه الساب بحاجه اسمه صالد المنت. يعني الالمنت ده موجود جوه الساب اسمه صالد المنت. الوان دايمنشن الالمنت جوه السير اسمه فريم الالمنت. يبقى الوان دايمنشن الالمنت اسمه ايه؟ اسمه فريم، والتو دايمنشن الالمنت اسمه شيل الالمنت او اريا. الالمنت و3 دايمنشن اسمه ايه؟ صار. يبقى دي ثلاث انواع من الالمنت اللي احنا هنتعرف عليهم او هنلاقيهم موجودين جوه البرنامج. محدش هيقول لك انت المفروض تمثل بين بايه؟ محدش هيقول لك هو انت المفروض تمثل، يعني البرنامج مش هو اللي بيجبرك انك لما تيجي ترسم كاميرا روح استخدم، انت المفروض انت اللي تكون فاهم هو انت ليه بتعمل موديلنج بالكلام ده. يبقى دي بس كانت اول حاجه عايزين نتعرف عليها، ايه الفرق ما بين وان دايمنشن ايلمنت وايه معناه وايه اسمه جوه البرنامج. يبقى وان دايمنشن ايلمنت هيستخدم لاي حاجه في بعدين صغيرين قوي بالنسبه للبعد الثالث، وده اسمه جوه البرنامج فريم ايلمنت. عندي بعد كده تو دايمنشن الالمنت ده هستخدمه لما يكون عندي فيه بعدين كبار بالنسبه للثالث، وده اللي بيمثل لي تقريبا البلاطات كلها، وده اسمه جوه البرنامج شيل الالمنت. وهنشوف حتى جوه شيل الالمنت دي فيه اختيارات ثانيه هنتعرف عليها واحد ورا الثاني. ثالث حاجه وده في الغالب يعني مش هنقابله في التطبيقات بتاعتنا، وان كان ممكن بيجي في الاخر خالص في الوحده بتاع الهاي رايز في الفاونديشن اقول لك الناس ممكن تستخدمه في ايه. ده اسمه 3 دي الالمنت وهو اسمه جوه البرنامج سوليد الالمنت، وده بيتمثل كده بكيوب مكعب ليه 6 اوجه كامل صلد، جزء صلد المنت مش متفرغ. يعني ده جزء كده عامل زي المكعب كانك بترص مكعبات جنب بعض. فدي كده انواع الايه؟ انواع الالمنت. فده كده شكل الفريم المنتس اللي احنا بنستخدمها، وده شكل مين؟ ده الشيل المنت اهو. شايف خط السنتر لاين ده؟ احنا لما بنيجي نرسمه جوه البرنامج هو بس بيتعامل مع مين؟ مع خط كده مرسوم او مستطيل او مربع مرسوم عند السنتر لاين ده. طب والتخانه؟ احنا هنخليه يشتغل بتخانه معينه، لكن هو في الاخر بيتعامل على انه ايه؟ على انه خط.
طيب البرنامج ده نفسه مبني على طريقه اسمها ايه؟ فاينايت ألمنت. فاينايت ألمنت دي مش هنخش في تفاصيلها كتير قوي، انا بس عايز اقول لكم هي بدايه بتعمل ايه. هي بتحاول تجيب الاستراكشر بتاعك ايا كان نوع الالمنت هو ايه، سواء كان بيم او 1 دايمنشنال او 2 دايمنشنال او 3 دايمنشنال، بتحاول تجيب له حاجه اسمها ديفرنشال ايكويشن. انتوا يمكن سمعتوا ديفرنشال ايكويشن دي في استراكشر الكورس بتاع البلايز، خدتوه ولا لا؟ كان كل اللي بتعملوه في البدايه خالص كنتوا بتروحوا تجيبوا حاجه اسمها ديفرنشال ايكويشن للبيم، اللي كنتوا بتقولوا ان التفاضل الرابع بالنسبه للديفليكشن بيساوي اللود. لسه ما افتكرتوش؟ مش مهم. كانت دي البدايه، دي ديفرنشال ايكويشن كانت بسيطه، كنت بتبتدي بيها ان التفاضل الرابع للديفليكشن بيساوي اللود، وكنت بتقعد تعمل تكاملات لحد ما توصل لمعادلات بتوصل لك مين؟ ديفليكشن والسلوب، وبالظبط كده تقدر تجيب منها مومنت وشير. هي الفكره كلها بطريقه ما، هي فاينايت ألمنت هي طريقه نيوميريكال، دي طريقه رياضيه، طريقه حل. هتحل ازاي؟ ان هي بتحاول تجيب لكل ألمنت ديفرنشال ايكويشن وتحل. طب وانا لو حليت الديفرنشال ايكويشن دي هعمل ايه؟ خلاص هقدر اجيب بقى الديفليكشن عندها او الديفورميت شيب، بعدها اقدر اجيب المومنت والشير، واقدر اطلع لك كل حاجه انت ايه؟ انت عايزها. طيب الحاجه الثانيه، فاينايت ألمنت دي عشان تحل عندي ستراكشر كبير، انا ما بحلش بيم لوحدها، ولا بحل عمود لوحده، ولا بحل بلاطه لوحدها، عندي مبنى فيه اي عدد من الالمنتس، فبالتالي عايزين نحل كل الاستراكشر ده كله مع بعض. انتوا كنتوا اخدتوا كورس اسمه كده ستيفنس ماتريكس، او اللي كان ليه مسميات ثانيه مثلا اللي هو ماتريكس اناليسيس، ايا كان هو ده الكورس بتاعك او ستيفنس. المهم كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا بتحاولوا تجيبوا ستيفنس ماتريكس توصف الاستراكشر كله. كنتوا في الاول بتجيبوا كل الالمنت وبعدين تركبوهم مع بعض عند الديجريز اوف فريدم المشتركه. المهم بقى عندي ستيفنس ماتريكس توصف الاستراكشر كله. طب يعني ايه ستيفنس بس عشان الناس اللي مش واخده بالها؟ ستيفنس دي هي علاقه او هي ما بين اللود والازاحه. هي تعريف الستيفنس فورس بريوند ديسبيسمنت، يعني لو مسكت النقطه دي حركتها مسافه قيمتها الوحده 1 سم 1 ملي 1 متر زي ما انت عايز قيمتها الوحده، هتديك رياكشن قيمته كام؟ وبالتالي تعالى نحل الاستراكشر كله نتيجه احمال معينه، نشوف هي مسافه حركه قد ايه؟ والله حركة سنتي يبقى هي الفورس اللي هتنتج عنها اللي احنا جبناها في الاول، حركة 10 اضرب اللي انت جبتها في الاول ايه؟ ف 10 وهكذا. فدي طريقة الستيفنس ماتريكس، وكانت كلها معتمدة على حل معادلة واحدة اللي هي مين؟ الكي في اليو يساوي البي. كي الستيفنس ماتريكس، اليو اللي هي الديسبيسمنت الحركة اللي هتحصل عند كل ماض، والبي اللي هي مين؟ اللود فيكتور اللي هي الأحمال اللي موجودة على الاستراكشر نفسه. فهو الفكرة كلها إن البرنامج بيعمل ايه؟ انت بتديله كل خواص الالمنتس او الاستراكشر اللي انت حاطه، كان بين كان فريم كان مبنى 3 دي كان بلاطه ايا كان، بتديله كل البروبرتيز بتاعتها. الكي دي الاستفنس ده من افضل بارامتر تقدر تعبر بيه عن اي المنت. ليه؟ انتوا فاكرين الكي دي كانت بتساوي ايه؟ شويه فاكتورز داخل فيهم ايه بقى؟ اي والاي وايه كمان؟ الاي اللي هي ايه؟ المودلس والمسيس بتاع الماتيريال. يبقى دي اول حاجه الماتيريال بتاعتك هتاثر معاك في شغلك. طب والاي؟ الانرشيا داخل معاك ابعاد القطاع بتاعتك هتتاثر معاك، وايه اللينس؟ ده الطول. يبقى انت كل حاجه تخص كل المنت دخل جوه فاكتور واحد اللي هو مين؟ اللي هو الكي اللي هو الستيفنس بتاع الالمنت. فهو ده كان افضل بارامتر نبتدي نشتغل عليه. الفكره كلها هيكون ستيفنس ماتريكس الاستراكشر كله، وهيكون لود فيكتور دي الاحمال اللي انت قايل له اللي موجوده على الاستراكشر. يبقى اول حاجه هيحلها هي مين؟ ليو. عشان كده هتلاقي الداتا بتاع البرنامج اول ما بتحل اول حاجه بيطلعها لك قدامك هي الديفورمد شيب. اول حاجه هنشوفها كده لما نيجي نبتدي نحل، هدوس رن خلص حل هلاقيه راح راسم لي مين؟ ديفورمد شيب. هو راح جاب مين؟ ليو. بعد كده في حاجه اسمها بوست بروسيسنج. بوست بروسيسنج دي ما بيحلش تاني، بيعيد يرجع للمعادلات اللي كان هو استخدمها قبل كده، يطلع لك بقى مومنت، يطلع لك شير، يطلع لك نورمال، يطلع لك اي حاجه انت عايزها. فده بس انا حابب ابسط لكم الفكره اللي شغال عليها البرنامج. احنا ولا دخلنا يعني ايه فاينايت ألمنت ولا بيحل ازاي، بس الموضوع يبقى راكب في دماغنا ان البرنامج ده شغال على انه يجيب ستيفنس ماتريكس توصف كل الاستراكشر بتاعك او الالمنتس اللي انت حاططها قدامك. جاب الستيفنس ماتريكس بتاعته هيحاول يجيب مين؟ اللود فيكتور طبقا للاحمال اللي انت مدخلها. خلاص دخلت له الاستراكشر ودخلت له الاحمال، هو وظيفته انه يعمل ايه؟ يروح يحل الكلام ده، هيطلع لك اليوهات، وبعدها يقدر يجيب لك اي حاجه انت ايه؟ انت عايزها. طيب لو جينا بقى نفتح البرنامج، انتوا اغلبكم دلوقتي المفروض ان مش البرنامج شغال صح؟ طيب اوكي انا هفتح البرنامج معاكم.
فتحت البرنامج وده كان الشكل بتاع البرنامج بتاعي. ده كده اول ما فتحت شكل الصفحه بتاعتك. ايه اللي ظاهر قدامك؟ انا لسه اصلا ما ابتديتش. اول حاجه تاخد بالك منها هنا موجود ايه؟ الوحدات دي اليونتس بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها جوه البرنامج. دي اليونتس بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها جوه البرنامج. طيب لو جينا فتحنا من هنا دي اسمها نيو موديل اللي جنبها اوبن. لو انا عايز ابتدي موديل جديد زي ما انتم كنتوا متعودين انكم بتفتحوا في الساب فكان بيجي يسالك في تمبلتس كنت بتختار منها برضه هو عنده هنا ايه؟ تمبلتس حاجات تساعدك ان انت تشتغل منها. انا بس مجرد ان انا دوست نيو ظهرت لي الشاشه دي. اول حاجه بيقول لك ابتدي لك الموديل بتاعك بوحدات ايه؟ فلو فتحت دي هتلاقي كل الوحدات اللي انت ممكن تستخدمها. فانا قررت مثلا عايز اشتغل بالكيلو نيوتن والمتر، عايز اشتغل بالطن والمتر زي ما انت عايز. يبقى هو كده الموديل اللي هيتفتح هيشتغل دايما بالوحدات دي كلها. في بقى هنا شويه تمبلتس كده انت لو عايز تستخدم حاجه من دول دوس عليها هيجي لك منها. طب ايه التمبلتس الموجوده؟ انا عايز اشتغل على بيم كاميرا. طب في هنا تمبلت اسمه ايه؟ اسمه بيم. لو فتحت التمبلت بتاع بيم ده هتلاقيه بيقول لك البيم بتاعك دي كام سبان والسبان طوله قد ايه؟ بعدين هيجي يقول لك السكشن بتاع الكاميرا نفسه ده قد ايه؟ وهكذا. ويبتدي يفتحهم هتلاقي ان الكاميرا بتاعتك اترسمت. يعني انا ادوس له اوكي كده على اي حاجه موجوده، دي كانت تو سبانس مثلا، هي رسم لي الكاميرا ايه؟ كاميرا سبان. طيب لو رجعت تاني هلاقي زيها بقى بالظبط موجود ايه؟ تو دي تراس. لو عايز تعمل تو دي تراس هيبتدي يسالك عايز كام باكيه؟ الارتفاع بتاعك قد ايه؟ المسافه دي قد ايه؟ بعد كده لو عايز سي دي تراس تو دي فريم سي دي فريم، لو عايز تعمل حاجه كل دي مودلز تمبلتس لو انت عايز تشتغل عليهم. طب وايه اول حاجتين دول؟ اول حاجه فيهم بلانك، انا عايز شاشه سودا مش عايز حاجه خالص. طب الثانيه بقى ودي يمكن اكتر حاجه بنميل ان احنا نستخدمها، ايه هي؟ جريدز. مش انت كنت اول حاجه بتعملها في اللوحه بتاعتك ان كان بيبقى عندك جريدات كل الابعاد وخرسانه بكمر بقواعد بعمدان كلها بتتناسب للاجسام دي؟ المحاور دي كانت محطوطه في اللوحه ليه؟ هي مجرد حاجات استرشاديه عشان تعرف تناسب منها كل حاجه. بنفس الطريقه لو انت عايز تخلي عندك هنا شويه محاور استرشاديه للرسم بتاعك تقدر تعمل ايه؟ طيب هو انا لو قلت له ان انا عايز جريدز بيبتدي يسالني عن ايه؟ بيقول لك طيب الجريدات اللي انت عايزها اللوحه بتاعتك انت بترسم في 3D، فعندي محور اكس محور واي ومحور زد. فدول الثلاث محاور اللي انت عايز تشتغل فيهم، دول الثلاث محاور اللي موجودين. انا بقى عايز اشتغل في 2D، عايز اشتغل في 3D، الموضوع ده بحريتك انت. طب هو بيسالني عن ايه؟ بيقول لك نمبر جريد لاينز، انت عايز كام جريد في الدايركشن بتاع مين؟ بتاع الاكس. وانا ماشي في الاكس عايز كام جريد لاين؟ وفي اتجاه الواي عايز كام جريد؟ وفي اتجاه الزد عايز كام جريد؟ بعد كده بيجي يسالك الجريد سبيسنج، المسافه في اتجاه الاكس دايركشن ما بين الجريدات اللي انت دخلتها دي عايزها كام؟ وفي اتجاه الواي وفي اتجاه الزد. تالت واحده دي فيرست جريد لاين لوكيشن فين؟ مش انت لما كنت بتيجي تحرك اي لوحه كان بيبقى النقطه بتاعتك دي بيز بوينت، كنت بتقدر تستخدم بيز بوينت؟ هو بالنسبه له بيقول لك الفيرست جريد لاين لوكيشن، اول جريد ده يعتبر بيز بوينت، عايز توديه فين؟ الديفولت بتاعه هيوديه عند احداثي كام؟ 0 0 0، مش دي نقطه الاورجن؟ طب انا عايز اوديه اي مكان، يبقى انت هتعمل ايه؟ تغير بس الابعاد دي، ما تدولي عند اكس ب 10 واي ب 5 زي ما انت عايز، تمام؟ يبقى ده الشكل اللي هيبتدي يظهر لك، ده الشكل اللي هيبتدي يظهر لك لو انت بتقول له عايز شكل من الجريدات. طيب ايا كانت الاعداد بتاعتك وابتديت ادخلها دي شبكه الجريدات اللي ظهرت. انا لسه ما عملتش اي مثال ولا بعمل اي حاجه، احنا بس بنشوف كده هو شكل البرنامج نفسه عامل ازاي. ظهرت شويه جريدات وظهر قدامي تو ويندو، واحده جايبه لك مثلا كاتب لك فوق اهو ده اكس واي بلان ات زد ب 12. طب وهنا ده 3 دي فيو، هل هم دول كده؟ لا، بنقدر نتحكم فيهم زي ما احنا عايزين. تعالى كده نمسك حاجه ونشوف هو ايه اللي هيتعمل. بالنسبه للفيو نفسه انت تقدر لو دوست كليك هنا يبقى انت شغال على مين؟ على الويندو اللي على الشمال، ولو دوست هنا يبقى انت شغال على الويندو اللي على اليمين. طب انا عايز اقفل واحده منهم، خلاص تقدر تكنسل واحده قفلتها. تمام كده؟ طيب ومن هنا لو انت عايز تضيف مين؟ ويندو. يعني انا اللي قفلتها دي عايز ارجعها تاني، اقدر اتحكم زي ما انا عايز. تعالى بقى نشتغل على واحده كده. اولا انا عملت شويه جريدات في اكس وفاي وزد، عملت شويه جريدات في اكس وفاي وزد. ميزتهم ايه بقى؟ ان خلوك تقدر تبص للاستراكشر بتاعك في كل القطاع كانك عايز تاخد سكشن في اي مكان. طب انا مثلا عايز اشوف بلان، يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ ده في اني بلان؟
عايز اشوف مسطر افقي اكس واي، هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها ايه اكس واي، دوس اكس واي بيجيب لك اكس واي. طب هو البلان ده بتاع انهي دور فيهم مثلا، او عند زد بكام؟ هو كتب لك عن زد ب 12. طب انا عايز زد فوق ايه؟ في هنا سهمين اهم بيعملوا ايه؟ بيطلعوك وينزلوك. لو دوست فوق وداك عند زد ب 0، ليه؟ مفيش حاجه فوق 12. طب دوس ثاني كده من 0 بقى كام؟ 3. بعد كده بقى زد ب 6، بعد كده بقى زد ب 9، بعد كده بقى زد ب 12 وهكذا. يبقى من اكس واي بلان بالاسهم دي اقدر اعمل ايه؟ اقدر اتحرك من بلان للتاني للتالت وهكذا، ايا كان عدد الادوار بالارتفاعات اللي انت مدخلها لي. طيب لو انا مش عايز اكس واي، انا عايز ابص لده، بص المحاور بتاعتك دايما هنلاقيها موجوده هنا، مش انت قلت ان دي نقطه الاورجن؟ هي نقطه الاورجن بتاعتك ولا اكس ودي واي. ومحور زد طالع لبره بس احنا مش شايفينه عشان شايفين بلان. طب لو انا عايز ابص لده من تحت كده هيجي في انهي بلان؟ طب المحاور بتاعتي عايز ابص ده من تحت اكس زد اكس بالظبط كده، المحور ده لقيت مين؟ زد. فممكن من هنا لو جبت اكس زد هيروح جايب لك مين؟ كانك بصيت كده اخدت سيكشن بالمنظر ده. طب السيكشن ده عايز تاخده فين بالظبط؟ عند واي بكام؟ هتاخده في الاخر ولا في الاول ولا عند اي جريد في النص؟ برضه بالاسهم تقدر تعمل ايه؟ تتنقل من اكس لاكس. انا جايب اكس زد، فانت عمال تتنقل على محور اسمه ايه؟ المحور وار. ده الاكس زد عند واي بزيرو، بعدها بشويه عند واي 3، بعدها بشويه عند واي 6، لو انا واخد السبيسنج 3 وهكذا. بنفس الطريقه لو عايز اخد سايد فيو من الناحيه الثانيه هجيب الواي زد واقعد اتحرك. يبقى دي بدايه كده لو انا عايز ابتدي بالجريدات بتاعتي اقدر اخد او ابص من كذا منظور باي سكشن وابتدي ابينه قدامي طبقا لمين؟ للبيانات اللي موجوده. عايز ترجعه ال 3 دي اهو هيرجعك ال 3 دي بتاعك. طيب ده بالنسبه بس لايه؟ للفيو. لو فتحت كده القايمه قايمه عشان نشوف بس ايه الحاجات اللي بتبقى جواها، مش هنخش في تفاصيلهم بس نشوف هم دي بتعمل ايه. فايل زي اي برنامج هتلاقي بيقول لك اعمل لك نيو اوبن وسيف وسيف از وامبورت واكسبورت والحاجات دي كلها. الحاجات بقى الثانيه اول ما بتفتح اديت، اديت دي هي معناها تعديل، انت عايز تعدل حاجه. فهتلاقي كده شويه حاجات اللي موجوده جواها كات وكوبي وبيست وديليت، بعد كده في حاجه اسمها ريبليكيت واكسترود. دي كل دي شويه حاجات اوامر جوه البرنامج انت عايز تعمل بيها اديت على الرسمه بتاعتك. طيب بعد كده دي حاجات كلها خاصه بالفيو، عايز تبين 3 دي فيو، عايز تبين 2 دي، عايز زوم ان زوم اوت وهكذا. اللي موجوده بعد كده من المسمى بتاعتها اسمها ايه؟ ديفاين. ديفاين دي شويه حاجات انت هتعرفها فين؟ جوه البرنامج. اول حاجه فيهم اسمها ماتيريال، عرف لي الماتيريال اللي انت هتستخدمها. واحد عايز يعمل موديل مثلا لمبنى خرسانه، الثاني عايز يعمل مبنى ستيل، هو اللي هيفهم منين؟ اديني الخواص بتاعت الماتيريال اللي انت هتشتغل عليها. بعد كده سكشنز، عرفنا القطاعات اللي انت عايز تستخدمها. انا عايز استخدم قطاع اسمه ايه؟ فريم. والفريم ده اللي احنا قلنا عليه النوع اسمه ايه؟ انا اليمنت بدور فريم. ركزوا كده، فريم هو الوان دي. وبعدين هتلاقي اديب اريا سكشن، ده اللي هو مين؟ ده 2 دي. بعدين هتلاقوا السوليد، ده اللي هو 3 دي. فدي انواع من الالمنت اللي احنا بنستخدمها. طب والحاجات الثانيه دي الكيبل والتندن دي موجوده مثلا، بس احنا مش هنستخدمها او مش هنلاقيها في المباني بتاعتنا في البريست ريزن. مش عارف حد منكم درس بريست ريزن ولا لسه؟ في الايه؟ لا لا ما تهريش ان حد تقريبا جوه في رابعه، الناس بتاخدها بتاخدها في رابعه. دي بتبقى بريست ريزن كونكريت، او دي بتبقى في كابلات كده جوه خرسانه وبتبتدي تتشد وهكذا. فدي لو انا عايز ارسم الكابل جوه الخرسانه دي بتبقى كابلات حديد، بتبقى كابلات حديد واقوى بكتير قوي من حديد التسليح بتاعك. طيب فده بالنسبه للكيبل والتندر والحاجات دي كلها. ايه كمان؟ هنتعرف بقى على الحاجات الباقيه دي، ماس سورس والحاجات دي كلها طول ما احنا شغالين سواء على برنامج الساب او حتى بعد كده لما نيجي نشوف الايتابس. بعد كده في لود باترن ولود كيسز وكومبانيشنز هنشوفها ابتداء من النهارده، هنبتدي نمسكهم واحده واحده. القايمه اللي بعد كده من اسمها اسمها ايه؟ انت عايز ترسم ايه بقى؟ ما انت عايز ترسم 1 دي فبترسم فريم اليمنت، احنا بنرسمه بشكل ايه؟ ده خط، ده خط. فهتبتدي ترسم الخطوط بتاعتك اللي هو درو فريم اهو، او جيت تبص كده اسمها ايه؟ درو فريم. حتى باين من شكله ان هو عباره عن ايه؟ عن خط. طب لو انا عايز ارسم بلاطه دي اريا، فهتلاقي هنا في حاجه اسمها درو بول اريا، هنشوف ايه الاختيارات المطفيه دي هتتفتح امتى. لو انا عايز ارسم اريا او حتى ان شكلها باين ان هي اريا وهكذا. طيب سيلكت دي من اسمها لو انت عايز تختار ايه؟ تمسك حاجه. بعد كده الساين، مش انت عرفت ماتيريال وعرفت سكاشن ورحت رسمت؟ عايز بقى اقول ان الكاميرا دي واخده القطاع ده والعمود ده قطاع، القطاع اللي انا عرفته في الاول خالص.
دي اسمها الاساين. الاساين عايز تركب كل حاجه على على بعضها. بعد كده اللي جاي ده كله بقى انالايز، انت عايز ايه؟ عايز تحل. يلا حل لي بقى الكلام ده. ومجرد ما بتحل كل اللي جاي هو مجرد انك تطلع الايه؟ نتائج. عندك بقى هنا ديسبلاي اي حاجه انت عايز تعرضها. ديزاين لو هنعمل ديزاين بالساب. بعد كده اوبشنز دي حاجات في البرنامج، عايز تغير اللون، عايز تغير فونت. بعد كده تولز سيتنج بتاع البرنامج وهكذا. ده كده بس نظره عامه لايه؟ للبرنامج. طيب تعالى بقى كده نشوف، وده اللي احنا كنا شايفينه حاجات الشكل البدايه او الجريدز وازاي تفتح الكلام ده. نتعود بقى دايما كده، عايز اعمل اي موديل، كان صغير كان موديل صغير كان كفر كان فريم كان حتى مبنى 3 دي، هي دي الستيجز اللي انت هتمشي عليها. اول حاجه محتاج اعرف البرنامج الماتيريال اللي انا هستخدمها والسكشنز اللي انا هستخدمها. انا قررت ان انا هشتغل على مبنى خرسان والقطاعات بتاعته انا محددها، ودي اللي احنا عملناها ابعاد الكونكريت، او كنا بنفترض ايه ابعاد كونكريت في البدايه خالص. بعد كده بعد ما عرفت القطاعات دي كلها عايز ابتدي ارسم الاستراكشر بتاعي. لو كاميرا هبتدي ارسم الكاميرا، لو كان عندي فريم هرسم فريم، لو مبنى 3 دي هبتدي ارسم المبنى 3 دي. طيب بعد ما عملت الكلام ده حط لي بقى مين؟ السبورتات بتاعتي. هو المبنى ده اكيد متشال على السبورتات. دخلنا السبورتات، عرفت السكاشن وعرفت الماتيريال ورسمت. هل بقى انت اتاكدت ان كل سكشن كل المنت مرسوم واخد القطاع بتاعه؟ الكاميرا واخد القطاع بتاع الكاميرا، والعمود برضه القطاع بتاع العمود. فده اللي بنقول عليه مرحله مين؟ الاساين. تتاكد انك بتعمل اساين لمين؟ للسكشنز. كده احنا حاطين المبنى بس لسه ما حطيتش عليه ايه؟ الاحمال. فعايزين كمان نركب على المبنى اللي انا رسمته ده الاحمال اللي عليه. خلصت كده، كده الموديل بتاعك اتعمل. بعد كده ران الموديل وابتدي طلع مين؟ اي اوتبوت بقى انت محتاجه. تمام كده؟ طيب حاجه اخيره بقى قبل ما نبتدي نشوف التطبيقات او الامثله اللي هنبتدي نشتغلها. احنا النهارده هنبتدي نشتغل على اللي احنا قلنا عليها 1 دي اليمنت او فريم اليمنت، وهنبتدي نعمل بيها بيمز وفريم وبروسس. فكلها هتتمثل بايه؟ بالاليمنت اللي اسمه 1 دايمنشن. يهمني بقى انك نعرف كده ان البرنامج عنده نوعين من المحاور، حاجه اسمها جلوبال اكسيز وحاجه اسمها لوكال اكسيز. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ جلوبال اكسيز دي محاور عامه للرسمه بتاعتك كلها، ودي اللي هم الاكس والواي والزد. دي اسمها جلوبال اكسيز، اكس واي وزد، ودول بالنسبه للرسمه بتاعتك ايا كان اللي انت شغال. هتلاقي كده عند نقطه الاوريجن في اكس وفي واي وفي زد. طيب كل اليمنت جوه الموديل بتاعك ليه محاور اسمها لوكال اكسيز. كل اليمنت جوه الاستراكشر بتاعك ليه محاور اسمها لوكال اكسيز. واللوكال اكسيز هي مناظره الاكس والواي والزد بس بيبقى ارقامهم 1 و2 و3. يبقى اللوكال اكسيز جوه اي اليمنت وبنفس الطريقه اكس واي وزد، بس اسمائهم ايه جوه البرنامج؟ 1 و2 و3. طيب موجودين بقى ازاي؟ برضه لازم نكون عارفين اتجاهاتهم. اول حاجه دي نقطه السنتر بتاع السكشن. المحور الاتجاه الطولي ده اسمه 1. المحور الاتجاه الدبس اسمه 2، واللي بره 3. طيب بالمنظر اللي قدامك ده، المنظر اللي قدامك ده، لما اجي اطلع النور مدفوس هيبقى في اتجاه 1 ولا 2 ولا 3؟ واحد. اتجاه 1. فورس النور مدفوس قوة العموديه هي اكسل فورس، قوة عمودية على القطاع. قوة عمودية على القطاع، فين القطاع؟ اهو. العمودية عليه يبقى في الاتجاه ده، هي في اتجاه محور مين؟ واحد. يبقى الاكسل فورس اللي هي في اتجاه واحد. ادي كده الاكسل فورس. طب كويس قوي، لما اجي اطلع الشيل فورس تطلع في اي اتجاه؟ 2. يبقى انا متوقع ان اسمه 2 ده هيبقى اسمه ده هيطلع لي شيل فورس. طب ولما اجي اطلع البندنج مومنت بتاع الكاميرا بيلف حوالين انهي محور؟ واحد. تعالى نشوف. اول احتمال اللي انتوا بتقولوه بيلف حوالين واحد، يعني بيلف حوالين واحد يعني بيلف في كده. هل ده المومنت اللي انتوا بتشتغلوا عليه؟ يعني لو دي الكاميرا، المومنت اللي بيلف في كده ده اسمه مومنت ولا اسمه ايه؟ تورشن. اسمه تورشن. يبقى تعريف التورشن هو اللي بيلف حوالين مين؟ واحد. حوالين واحد. طيب محور 2 كان راسه، المومنت اللي بيلف حوالين 2 ده اسمه ايه؟ ده المومنت اللي بيلف حوالين محور 2. هل ده المومنت اللي انت كنت بتطلعه تحت الاحمال الراسيه؟
مرتبط طبعاً هتعمل راسك كان بيلف ازاي؟ دي الكاميرا محملها راسك كان اللي بيحصل فيها في الثاني كده المومنت بيلف ازاي؟ المنظر ده بقى بيلف حوالين انا محور في الثلاثة عشان كده هتلاقي ان المومنت اللي انت متعود تطلعه هو ام 3 3 ثاني المحاور بتاعتي دي اسمها لوكال اكسيس ودي موجوده جوه كل اليمنت جوه الموديل بتاعك دي لوكال اكسيس طيب اسمهم 1 و2 و3 لوكال اكسيس 1 و2 و3 بالنسبه للوان دايمنشنال اللي هو الفريم اليمنت في الاتجاه الطولي بتاعه ده محور 1 في الاتجاه الراسي ده محور مين 2 وطالع لبره عمودي عليهم هو محور 3 طب ايه اهميه المحاور دي اي رقم احنا عايزين نطلعه هنطلعه باستخدام لوكال اكسيس طب تفتكروا ليه بالنسبه مثلا لو عندي فريم كده مثلا واحنا عايزين نطلع الاكسيال فورس بتاعته حد يقدر يقول لي النورمال فورس اللي موجوده على العمود ده والكاميرا دي والعمود ده هل دول كلهم في اتجاه اكس لا طب في اتجاه واي طب في اتجاه زد يبقى معنى كده ان الجلوبال اكسيس ما تقدرش توصف لي الاوتبوت على كل ممبر لوحده وده اللي جاب اهميه مين؟ لوكال اكسيس هي تعريف النورمال فورس دي تخص كل الم ما تخصش مين؟ الاستراكشر كله وعشان كده قلنا ان في اكسس واحد ده في اتجاه الطولي بتاع الممبر ده وهيبقى فين اتجاه الطولي بتاع البيم؟ والله اتجاه الطولي بتاع العمود يبقى ساعتها لو قلت له انا عايز الفورس اللي في اتجاه محور واحد لكل الاستراكشر هيطلع لي النورمال فورس ولا لا؟ يبقى بالشكل ده كده عرفت ان النورمال فورس في اتجاه اكس مين؟ واحد طب ده اول حاجه الحاجه الثانيه من محور 2 ده الفورس اللي اتجاه محور 2 بتعمل ايه في القطاع؟ بالظبط كده القطاع موازيه ليه فبتعمل شير صح كده؟ يبقى دي اول شير انت متعود تطلعه طيب ولو جت قوه في اتجاه 3 دي بتمثل ايه على القطاع؟ انا القطاع بتاعك ده سكشن وفي قوه بتمثل كده دي برضه شير دي برضه ايه؟ دي برضه شير ما احنا عندنا شير في اتجاه 2 وشير في اتجاه 3 المكان بيبقى عندي احمال راسيه بس كان بيجي اي فورس اي اكشن هنا لما كنت بتحل سمبل بيم مثلا وكان عليها تستمل الدول كان بيجي اي رياكشن لبره كان كل الرياكشن راسي واذا كان في قوه افقيه يجي رياكشن افقي عشان كده انتوا كنتوا متعودين انكم تشوفوا كام شير؟ واحد بس اللي هو في اتجاه مين في دول؟ اثنين طب حلو تعالى نشوف المومنت او الدوران حوالين الثلاث اكسيس دول محور واحد في اتجاه الكاميرا لو لفيت حواليه يبقى ده اسمه ايه؟ ده التورشن يبقى انت لو عايز تورشن هتجيب اللي بيلف حوالين واحد طيب محور 2 اللي بيلف حواليه ده عباره عن مومنت اسمه ام 2 2 هل ده اللي كان بيطلع لي من الاحمال الراسيه؟ ده كان يطلع لو كان في حمل جانبي بالمنظر ده. العزمه حوالين 3 لما تلف حوالين محور 3 ادي محور 3 خارج بره بره السبوره كده لما تيجي تلف حواليه مش ده المومنت اللي انت بتطلعه لما يطلع يبقى المومنت بتاعك اللي انت بتعرفه الله اسمه ام ايه؟ يبقى دي اول حاجه بس نفهمها ان كل اليمنت جواه ثلاث محاور حتى كاتبين لك هنا لوكال اكسيس واحد في اتجاه اللمس، اثنين في اتجاه الدبس، ثلاثه في اتجاه الرأس اللي هو خارج لبره. من دول انا هعرف اطلع اي اوتبوت جاي بعد كده. من المحاور دي هنشوف هنستخدمها ازاي جوه. طيب تعالى بقى كده نبتدي وعايزين نعمل ايه؟ شويه الامثله اللي موجودين قدامكم. فانا هبتدي معاكم باول حاجه موجوده، دي مساله كده صغيره وهنشوف فيها وهديكم وقت تعملوها بس ركزوا بس معايا واحده واحده. طيب اول حاجه كده فانا هبتدي واروح عامل نيو موديل هروح جاي باصص على ده المساله بتاعتي انا هحلل اول واحده دي دول باكيتين 4 متر والباكيه الثانيه 5 متر كل الاحمال اللي عليها كونسنتريتد لود هنا في النص قيمته 100 كيلو نيوتن كونسنتريتد لود في النص 100 كيلو نيوتن والنقطه دي عليها كونسنتريتد مومنت قيمته 50 يبقى دي كده اول مثال وانا ده كنت نزلته لكم مش عارف اغلبكم نزله ولا لا على الجروب من ساعتين او حاجه يعني دي البرزنتيشن اللي انا عمال اشرح منها دي اللي هي تخص الجزء الحصص بتاعت مين؟ بتاعت السيف فده اول مثال اهو اللي عايزين نشتغل طيب انا اول حاجه لما جيت اشتغل انا هقول ان انا وحداتي مثلا كيلو نيوتن متر بعدين هقول له انا عايز اشتغل على الجريدز طيب تعال نشوف بقى لما اشتغل ما جيت بقى في الاحلى دلوقتي اول حاجه الرسمه بتاعتك دي في اي بلان اكس واي اكس زد واي زد اول حاجه ده اكس طب والاحمال في اتجاه مين؟ واي الاحمال الراسيه ولا افقيه؟ طيب بص الثلاث محاور اللي موجودين عندك ثلاث محاور اكس واي دول في البلان والزد هو الايه؟ هو الراس
وبالتالي انت عايز تمثل حاجه في اتجاه اكس والاحمال بتاعتك الرأسيه يبقى ده بلان مين؟ اكس زد. يبقى انا مبدئيا عرفت ان انا هرسم دي كتلان اكس زد. كويس عايزين بقى نشوف هندخل ده جوه البرنامج ازاي. اول حاجه بسالك عليها في الجراد انت عايز كام جراد في اتجاه اكس؟ مش انت بتقول ان ده هيبقى اتجاه اكس؟ طب وانت ماشي كده عايز كام جراد؟ تعال نشوف. ادي اول واحد. بعدين وانا ماشي هنا عايز جراد هنا ولا لا؟ لو عايز بص لو عايز جراد هنا يبقى لي 2 3 4 5 يبقى دي اول حاجه. لو انت قررت انك تحط جريدز فين؟ عند اللوز دي. طب واحد تاني لا انا مش عايز جراد هنا انا بس عايز 1 2 3 الاثنين هيشتغلوا. وهوريك دلوقتي كل واحد منهم اللي مش هيعمل جراد هنا محتاج بس يعمل خطوه زياده هقولها لكم دلوقتي. فانا اللي هعمله انا هشتغل على الثلاثه دول بس. تمام كده؟ طيب فده كده بالنسبه للاكس. طيب بالنسبه للزد محتاج كام خط؟ واحد بس اللي هو بيمثل لي مين؟ بيمثل الكاميرا. طيب ده بالنسبه للاكس ومين؟ والزد. طب بالنسبه للواي؟ لا مفيش. دي معناها ايه بقى؟ يعني ايه ما يبقاش فيه واي اصلا؟ يبقى مفيش رسم. يبقى اقل رقم لازم تدخله ايه؟ واحد. يعني في المكان اللي انا فيه ده فاروح جاي هنا اقول له ان انا عايز في اكس 3 عايز في واي 1 وفي زد 1. طيب بيجي بقى يسالك على ايه؟ السبيسنج بتاع مين؟ اللي ما بين الجريدز اللي انت دخلتها. في اتجاه الاكس كان عندي في المساله واحده 4 متر وواحده 5 اكتب هنا مين؟ هو ما بياخدش غير رقم واحد. يعني هو التمبلت اللي قدامك بيفترض ان السبيسنج لها متساويه. طب هي مش متساويه هتكتب رقم من هنا وهخش جوه اعمل فيه ايه؟ اعدله. فانا مثلا كتبت 4. طيب السبيسنج في الواي وفي الزد دي يفرقوا معاك هنا في حاجه؟ لا. انت اصلا مدخله خط واحد والسبيسنج هي المسافه بين الخط واللي بعده. هو في بعده؟ لا. فالرقم هنا لو كتبته اي حاجه مش هيفرق. طيب الاورجن دي انا مش هغير فيها عايز النقطه الاورجن فعلا تكون في 0 0. تمام كده؟ دوست اوكي ودوست اوكي. ظهر لي الشكل ده. ده الاكس واي وده السي دي. انا هشتغل على واحده بس الرسمة عشان تبان زي ما انا عايز اشوفها في اني بلين اكس زد. فاروح جاي من هنا اقول له هات لي الاكس زد. ادي الرسمه اللي طلعت. اول حاجه عايز اعملها قبل ما ابتدي تعال نعدل مين؟ الجريدز دي. فاروح دايس كليك يمين في اي حته في حاجه اسمها ايديت جريد داتا. ايديت جريد داتا. هيظهر لك القايمه دي جلوبال. ده اسم شبكه الجريدات اللي انت عاملها اسمها جلوبال. انا كل اللي عايز اعمله عايز اعمل ايه؟ موديفاي. عايز اعدل فيه. هتظهر لك القايمه دي. ايه بقى القايمه دي؟ الجريدز اللي في اتجاه الاكس هيقول لك ان انا عامل جريد اسمه ايه؟ واحد اسمه بي واحد اسمه سي. الاوردينت دي احداثيات كل خط منهم. اول واحد منهم عند اكس عند اكس بكام؟ والثاني عند اكس باربعه والثالث عند اكس يبقى دي الاحداثيات بتاعتهم. طيب هنا في واي هو واحد بس عند واي بكام؟ والثالث عند زد بزيرو. طيب انا اللي انا عايز اغيره عايز ابتدي اغير ده بدل المفروض ده بدل ما يبقى 8 يبقى كام؟ 9. يبقى 9. فقدامك حل من الاثنين يا اما تروح مخلي ال 8 دي 9 كده خلاص هتلاقيه تعدل هدوس اوكي هرجع الاقيه تعدل. طب الحل الثاني لو بصيت هنا هتلاقي فيه ديسبلاي جريدز از وفي اختيارين واحد اسمه اوردنتس وواحد اسمه سبيسنج. بيقول لك ابين لك الجريدات دي عن طريق الاوردنتس احداثيات كل جريد منهم ولا اديك السبيسنج اللي ما بين كل جريد ومين؟ واللي بعده. طيب انا اسهل حاجه بالنسبه لي تعال نحول سبيسنج كده بص بقى عمل ايه؟ ما بقاش في زيرو في الاول ابتدى بمين؟ دي معناها ايه؟ دي المسافه ما بين اول خط ومين؟ واللي بعده. طب الاربعه اللي بعدها دي ما بين الثاني والثالث. طب وليه هنا في زيرو؟ بالظبط عشان يفهم ان في اخر نقطه دي عايزك تحط جراد فبقول له لا مفيش جرادات بعد كده هو ده اخر واحد فلازم يكون قافل في السبيسنج بزيرو. انا بقى دلوقتي لو جيت السبيسنج دي الاربعه خليها كام؟ اول دي ما تخلي 5. لو رجعت تاني على النظام اللي اسمه اوردنس هتلاقي ال 8 بقت كام؟ بقت 9. يبقى انت ليك الحريه انك تشتغل على الاثنين. طيب ليه بنقول ان السبيسنج اثر؟ لو جيت تعمل حاجه مثلا زي اللي انت كنت عامل لهم سيركل سيستم في الكاد وكان عندي بدل الجريد الواحد كان عندي 10 وكلهم مختلفين هتقعد تحسب انت تمسك ورقه وقلم وتقعد تحسب السبيسنج؟ لا. طب ما انا اسهل لك تعمل ايه؟ مش انت اصلا مطلع في اللوحه الدايمنشنز مطلعها بين المحاور؟ يعني معاك السبيسنج؟ خلاص اقعد المحاور دي او المسافات دي كلها كسبيسنج جواها. طيب انا كنت نسيت وعايز اضيف جريد اعمل ايه؟ اول ما بتدوس اد هنا بتلاقيه راح ضاف لك جريد جديد
شوف انت عايز الاوردينت بتاعه فين او السبيسنج بتاعه كام. طيب ايه اللي موجود هنا ده برايمري او سكندري؟ ده الجريد بتاعك ده رئيسي ولا ثانوي؟ فيزبل يس او نو؟ انت عايزه يبان قدام عينيك ولا لا؟ يعني انا لو دوست نو كل الجريدات اللي بره دي اللي هيحصل فيها هتختفي. يعني انا دوست على ده بس نو، ده الوحيد اللي مش هيظهر، ده الوحيد اللي مش هيظهر. طيب هنا البابل لوكيشن، الدايره اللي بيبقى فيها الاسم بتاع مين؟ بتاع الاكس. عايزه يبقى موجود في البدايه ولا في النهايه؟ ستارت ولا اند؟ البابل اللي فيها اسم، يعني الجريد ده اسمه ايه؟ عايز ايه دي تبقى موجوده في بدايه الخط ولا في نهايته؟ وهكذا. بنفس الطريقه لو عايز اضيف في الواي او اضيف في الزد، انا ده خلاص مش عايزه، هدوس ديليت اتمسح، دوست اوكي. اوكي اللي حصل في الجريد ديت وسع كده شويه. لو عايز تتاكد لو جيت وقفت عند النقطه دي هتلاقي تحت على اليمين دي مين؟ الاحداثيات بتاعت كل نقطه اكس واي وزد. فالنقطه دي كانت 0 0 0، النقطه الثانيه المفروض يبقى راح عندها اللي هي كام؟ 4 0 0، الثالثه 9 0 0 وهكذا. يبقى انت دي اول خطوه عملناها اللي هي ايه؟ انا بس ظبطت الجريد زي ما انا عايز. طيب من اللي احنا كنا جايبين او كنا قايلين عليه الخطوات بتاعتنا اللي احنا عايزين نمشي عليها هي ايه؟ دول الاربع خطوات اللي عايزينهم. اول حاجه عايزين نعمل ديفاين، ديفاين لمين؟ الماتيريال والمين؟ والسكشن. انا قايل لك ان المثال اللي احنا عايزين نحله ده قايل لك اشتغل على ان خرسانه الاف سي بتاعتها كام؟ 30 والسكشن بتاع الكاميرا 30 في 70. طيب طب اوكي خلوا بس اللي عنده مشكله اول ما اخلص هبتدي ابص معاكم تمام كده؟ ماشي. طب يقول لك اشتغل على ماتيريال الاف سي بتاعتها 30 وبعد كده السكشن بتاع الكاميرا 30 في 70. فاروح جاي داخل جوه الساب من قائمه ديفاين، شفنا كانت اول حاجه اسمها ماتيريال، هو اوتوماتيك بيبقى متعرف جواها حاجتين ال 4000 بي اس اي، ودي اللي هو بيفهمها كانها خرسانه، والثانيه دي اللي هي بيفهمها على انها مين؟ ستيل. طيب انا بتاعت الخرسانه دي بدل ما اعمل نيو ماتيريال تعال نخش كده جواها نشوف فيها ايه. فاعمل موديفاي ليه جواها ايه؟ ده الاسم بتاعها. فانا اول حاجه انا هسمي دي كونكريت، غيرت التسميه بتاعتها. بعد كده بيجي يقول لك الويت والماس بتاع الماتيريال بتاعها، دي الجامه بتاعت الخرسانه كانت كام؟ 2.5 طن. انت شغال بوحدات ايه؟ كيلو نيوتن، يبقى تكتب ال 25. دي كده الجامه بتاعت مين؟ بتاعت الخرسانه. بعد كده بيقول لك المودرس اوف الاسيست، المودرس اوف الاسيست دي الايه بتاعت الخرسانه كانت بتساوي كام؟ 14400 جذر اف سي يو لو شغال بوحدات ايه؟ كيلو جرام وسنتيمتر مربع، او 4400 جذر اف سي يو لو شغال بوحدات نيوتن وملي متر مربع. يعني لو الاف سي يو بتاعتك هتعوض بيها بالكيلو جرام يبقى تضرب في كام؟ 14400، واللي هيطلع لك دي وحداته كيلو جرام وسنتيمتر مربع. لو هتعوض بإف سي وبنيوتن وبالمتر مربع او ميجا باسكال اللي هيطلع لك الاي برضه بنفس الوحده وتتضرب في 4400. تحسب الحسابيه بتاعتك 4400 مثلا جذر إف سي اللي انا مديها لك اللي كانت 30، طلع الرقم هيتحط هنا. طيب الرقم اللي طلع وحداته نيوتن وبالمتر مربع، انت عايز تتخيل هنا وحدات ايه؟ كيلو نيوتن. يبقى اول حاجه تعمل تحول وحداتك، تعمل ايه؟ تضرب في 1000 من نيوتن لمليمتر ومليمتر مربع، عايز تحولهم كيلو نيوتن ومتر، سوري متر مربع وكيلو نيوتن ومتر مربع، هتلاقي نفسك ضربت في كام؟ في 1000. 1000 من نيوتن لكيلو نيوتن 10 اس 3، ومن المليمتر للمتر 10 اس 3 وتضرب في 2، فانت هتضرب في كام؟ لا لا هتكسب. ادي نيوتن ثانيه واحده، ادي نيوتن ومليمتر عايزين نحولها لكيلو نيوتن، دي نضرب في 10 اس 3 ودي 10 اس 3 تربيع، في الاخر هتطلع لك مقسومه على 10 اس 3 اللي هي 10 اس 3 يعني نعم تحت بس بالسالب وتطلع فوق 1000، فهتضرب في 1000. صدقوا بقى اللي بقول لكم عليه. يبقى انت هنا هتطلع الرقم بتاعك لو عوضت في المعادله ان 4400 جذر اف سي يو هتضرب في ال 1000 عشان تبقى بالكيلو نيوتن والمتر مربع. لو هتشتغل وحداتك بالكيلو جرام ما ينفعش تضرب في 4400، لازم 14400، لازم الرقم ده. طيب تاني حاجه بيسالك عليها هي بوسونز ريشيو بتاع الخرسانه. حد فاكر بوسونز ريشيو دي كانت معناها ايه؟ الايه؟ بالظبط كده، الانفعال العرضي الانفعال طول. فدي كانت نسبه خرسانه 0.2. بعد كده كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن ده اللي كان اسمه معامل التمدد، الفا معامل التمدد، فاكرين الالفا اللي كنت شارحهم في درجات الحراره؟ هو ده.
لو هتستخدم في المساله بتاعتك احمال حراره يبقى لازم تدخل مين؟ الالفا مظبوط. هو ما بيجي يحسب كل بيحل نتيجه احمال حراره كان لازم يبقى الفا بدلتا تي في ال. الالفا دي شوفها بكام ودخلها هنا ليه؟ لانها هتخص الماتيريال بتاعتك. هنيجي كمان شويه وهوريكم دي ازاي تجيبها من الكود. يعني الالفا مش رقم ثابت للخرسانه، ده بتعتمد على نوع الركام، ممكن ابقى اوريها لكم في الكود بتتجاب ازاي. طيب بعد كده الشيب مودلز ده هو بيحسبه اوتوماتيك الجي، وهو علاقه ما بين مين؟ ما بين الايو فاصون الاي على 2 في 1 زائد فاصون، فهو بيحسب الحسبه دي ويطلع الرقم ده، عشان كده هتلاقيه مقفول. اللي تحت ده هتلاقيه موجود سبيسيفايد كونكريت كومبريسيف سترانس، دي الاف سي. اف سي دي بس هي اسمها اف سي برايم شرطه كده فوق، دي المفروض اللي هو بيعمل بيها ديزاين، ودي بتساوي بوينت 8 من الاف سي بتاعتك، بوينت 8 من الاف سي بتاعتك، ودي مالهاش تاثير غير وانت بتعمل ايه؟ ديزاين. يعني اللي تحت دي اف سي برايم عشان تعمل ايه؟ ديزاين. غير كده هو مش هيستخدمها في حاجه. يعني انا لو شغال برنامج ديزاين بالكلام ده الرقم اللي هنا ما يفرقش معايا في حاجه. من هنا كده مثلا عرفت ايه؟ الماتيريال بتاعتي. انا مش عايز اعرف غير الكونكريت، ما عنديش ستيم مثلا في المثال ده. فاي حاجه محتاجين نعمل لها ديفاين هي مين؟ سكشن. طب بالنسبه للكاميرا تعرف بقى قطاع في دول؟ لو دخلنا جوه فريم امبورت نيو بروبرتي، انا عندي سكشن بره وعايز اسحبه، او اد نيو بقى، تعال نشوف ايه اللي موجود هنا. لو فتحنا القايمه دي جواها ايه؟ ستيل، تلت اب ستيل، كونكريت، المونيوم، كولد فورمد، واذرز، وفوقيهم كمان هتلاقي كونكريت. يعني انا دوس ستيل جايب لك التمبلتس دي، ده قطاع اي بعد كده تشانل وتي وال، مش دي القطاعات اللي بتستخدمها في الستيل. لو جبت ده بيلت اب ستيل، حاجات اللي بتعمل لحامات، كونكريت ادي قطاعات الخرسانه، بعد كده المونيوم وكولد فورمد، وفي حاجه اسمها اذرز جواها حاجتين هنتعرف عليهم واحده ورا الثانيه. طيب انا عايز اشتغل خرسانه، دي القطاعات بتاعتي. قطاع الكاميرا كان كام؟ ريكتانجل 30 ده المسمى بتاعه، انا هسمي ده بيم 30 في 70. دايما حاولوا تخلي المسميات بتاعت القطاعات واضحه بالنسبه لك عشان تعرف بعد كده ايه تستخدمها على طول. الخطوه دي دوست اد نيو، اخترت من هنا كونكريت، انا عارف ان القطاع مستطيل، دوست على المستطيل ده ظهرت الشاشه دي، ده اللي انا عملته. تمام كده؟ طيب سميت القطاع بتاعي ب 30 في 70، انا سميته كده. طيب هو بقى بيسالك على ايه؟ الدايمنشنز بتاعتك، اول حاجه بيسالك عليها اسمها ايه؟ دبس، اللي هو كام؟ 0.7 عشان شغال بالمتر. الواتس 0.3، يبقى دي كده ابعاد الايه؟ ابعاد الكاميرا. كل ما بتغير في الابعاد دي بتبتدي تظهر هنا. طيب يجي هنا تلاقي ان الماتيريال معموله ايه؟ لو دوست على دي هتلاقي ان الماتيريال زي ما متعرفه التالت تظهر هنا. دي حاجه اسمها سيت موديفايرز. سيت موديفايرز دي هي معروفه كلها بوحايه. هو السؤال دلوقتي قبل بس ما اقول لك يعني ايه شيب موديفايرز، هو بياخد مني الابعاد وبيعمل بيها ايه؟ انا اتفقت معاكم في الاول ان هو بيحسب حاجه اسمها الكي دي اللي هي فاكتورز مضروبه في مين؟ في اي في الاي والال. الاي جابها منين؟ دخلتها في الماتيريال. طب والاي دي جابها منين؟ من الابعاد اللي انت لسه مدخلها له. طب والال؟ من الرسم، مش انت هترسم الكاميرا بتاعتك؟ يبقى دي البارامترز اللي هو عايزها انت لازم تدخلها له. طيب بيجي بقى يقول لك ايه؟ انت دخلت الكلام ده فهيمسك 0.3 0.7، هو عايز يستخدم الاريا، هيقول الاريا بتساوي كام؟ 0.3 0.7، عايز يحسب الانرشيا موازي في عمود التكعيب على 12 وهكذا. يقول لك بقى الموديفايرز دي لو انت عايز تكبر وهو بيحل، مش عايز ياخد الاريا الفعليه، عايز تخليه ياخد ضعفها، عايز تخليه ياخد نصها، اي رقم، يبقى هو عباره عن اسمه ايه؟ موديفاير. ده فاكتور بتخليه يتضرب في اي خاصيه من الخواص اللي بتحل بيه، وهنشوف هو بيستخدم في ايه؟ لما نيجي نشتغل على مشروع كده واقول لك هو بيستخدم امتى وفي ايه بالظبط. فلو فتحت دي هيقول لك الكروس سكشن موديفاير، عايز نضرب لك الاريا في كام؟ بعد كده بيقول لك الشير اريا، بعدها بيقول لك تورشنال كونستر، بعد كده بيقول لك مومنت اوف انرشيا وهكذا. انا مش عايز اعدل حاجه فيهم دلوقتي، خليهم كلهم في واحد. بعد كده بيجي يقول لك ده سكشن بروبرتيز. بص بقى لما فتحت دي انت ما تعملش فيها ادب، كلها مقفوله. دي اسمها ايه بقى؟ بروبرتي داتا، دي خواص القطاع اللي انت دخلته، راح ضرب الاثنين في بعض طلع مين؟ الاريا، وبعد كده راح جايب الانرشيا بتاعته، بعد كده راح جايب شيل اريا، جاب تورشن كونس، عمل كل الحسابات بتاعه الخواص اللي انت كنت بتعملها في الميكانكس. مش كنت واخدين كورس في ستراكشر اسمه ميكانكس؟ عمل كل ده وراح مطلع الارقام دي، لو انت عايز تشوفها ممكن تشوفها من هنا اللي هي سكشن بروجرس. طيب في بقى هنا حاجه اسمها كونكريت رينفورسمنت، تسليح القطاع اللي انت دخلته. طيب اولا دي برضه مش هتهمك غير وانت بتعمل ايه؟
ديزاين. انا وانا بحل المساله مش فارق معايا ايه اللي جوه القطاع. المنظر القطاعي اللي مرسوم قدامك ده، ده تسليح كاميرا ولا عمود؟ عمود. ده تسليح عمود، مع ان القطاع ده قطاع ايه؟ فكل اللي اعمله لو دوست بقى على دي ديزاين. طيب هو فين بتاع انه ايه؟ طب انا عايز اوضحه ان هو بيم، فاروح بص اول ما بدوس على بيم بتلاقي نص الشاشه التحتانيه اللي حصل فيه تقريبا كله ضايع، لان كل اللي موجود فيهم شويه بارامترز خاصه بالالمنت بتاعك انت بتاع بيم، هو مش هيسالك السؤالين دول. لو انت بتتكلم على عمود هيسالك شويه حاجات تانيه وهكذا. انا لو دوست حتى على بيم اوكي هتلاقي ان التسليح ده اتشال، وتاني مش هتفرق معايا غير في مين؟ في الديزاين، واحنا مش بنعمل ديزاين بالسهل. طيب كده انا عرفت القطاع بتاعك، ده قطاع الكاميرا وعرفت الماتيريال. هل في حاجه تاني محتاجين نعرفها هنا؟ خلصت الماتيريال وخلصت مين؟ سكشن. ايه المرحله الثانيه؟ عايزين نرسم الكلام ده. انا بقول لك اولا ارسم الالمنتس الموجوده. بالنسبه لدي المساله كانت ايه الالمنت اللي موجوده؟ دي كاميرا هتمثل بفريم الالمنت، يبقى انا عايز ارسم شويه الفريم الالمنتس. طيب تعالى كده نرسم، هروح جاي في شويه اختصارات هنا. دي القايمه اللي موجوده جوه مين؟ جوه درو. لو جينا وقفنا عليهم واحده واحده، ده السلكت مود، ده السهم اللي احنا بنختار بيه، ده اللي احنا شغالين عليه. طيب تاني حاجه اسمها اديت ريشيل او سيت ريشيل، ده لو انت رسمت وعايز تبتدي تعمل ايه؟ تعدل، تسحب النقطه دي من هنا تطلعها فوق شويه. اللي بعد كده بيرسم نقط سبيشال جوينت، بعد كده بيقول لك انا هرسم فريم، بعد كده بيقول لك كويك درو فريم، برضه هرسم فريم بس بسرعه شويه، اوريك دلوقتي الفرق ما بينهم. وهكذا بقى بريسنج، وبعد كده في السكندري بيمز، وبعد كده دول كلهم بيرسموا الاريات. وتحت هنا هتلاقي في يعني هنا في حاجتين، دي السناب اللي شبه اللي موجوده فين؟ في الكاد. مش كان عندكم في الكاد كنا بنقعد نقول له سناب؟ برضه هنا بص لو وقفت على دي بيقول لك ان انا هبين لك البوينتس والجراد انترسكشنز، يعني هروح اقف هلقط لك النقط وتقاطعات مين؟ الجريدات. لو جيت على اللي بعدها بيقول لك لا انا هلقط الاند بوينتس ومين؟ والميد بوينت وهكذا. هنا هتلاقيه بيلقط البربنديكولر العمودي عليه، فانت لو هنا تقدر تتحكم انت عايز تلقط مين بالظبط. واللي موجود تحت ده خالص ده سلكشن، لو دوست كده بيسلكت اول، تحتها بيكلير السلكشن، اخر واحده بيجيب بريفيوس سلكشن. انا دلوقتي بقى عايز ارسم، فانا عارف ان انا عايز ارسم لاين فهدوس امر لاين. ده بص اول ما هتدوس هتظهر لك قائمه بالمنظر ده كده. ايه القائمه دي؟ بيقول لك اول حاجه اللاين اوبجكت اللي هترسمه ده عباره عن ايه؟ ستريت، يعني مستقيم. هو في احتمال تاني انه يكون مش مستقيم؟ احتمال ايه بقى؟ ممكن يكون كيرف. عايز ارسم كاميرا شكلها كيرف، او عايز ارسم كيبل، او عايز ارسم تندن هي في فري ستريس. طب خلينا دلوقتي في ستريت، انا زي ما هو ستريت. بعد كده بيقول لك السكشن اللي انت عايز ترسم بيه، لو فتحت القائمه دي هتلاقي فيها ايه؟ كل السكاشن اللي انت معرفها قبل كده، وبالتالي بتقدر تختار السكشن اللي بترسم بيه. انا عايز ارسم بال 30 في 70. بعد كده بيقول لك المومنت ريليزز، الالمنت اللي انت هترسمه ده عايز تصفر المومنت في اي مكان فيه. طيب تعالى نشوف ايه الاختيارات اللي جواه. جواه اختيارين، واحد اسمه كونتينيوس وواحد اسمه بند. الفرق ما بين الاثنين الالمنت بتاعك ليه نقطتين، نقطه بدايه ونقطه نهايه. ده اي خط بنرسمه بالمنظر ده، هو بيقول لك النقطتين دول عايز يطلع عندهم مومنت عادي ولا عايز تعمل لهم ريليز للمومنت. هو انا كنت بعمل انتر ريليز المومنت، ايه الفرق اللي كنا ايلمنت كنا بنعمله في ستراكشر المومنت في اوله وفي اخره بزيرو وايلمنت لا؟ غكاز اللي ايه؟ غكاز لا انا بتكلم اللي كان بيخلي المومنت بزيرو هو مين؟ انترميت هينج. طب ايه اللي كان عنده انترميت هينج في البدايه وفي النهايه؟ ده تراس ايلمنت. ما هو تراس كان كله عباره عن ايه؟ ايلمنت لينك ممبرز، كلها لينك ممبرز متوصله ببعضها. هو بيقول لك انت عايز ترسم كونتينيوس ايلمنت، ده خط عالي خالص. طب وبند ده عباره عن ايه بقى؟ ده لينك ممبرز، في انترميت هينج في الاول وفي انترميت هينج في الاخر. طب لو انا عايز ارسم كاميرا عاديه خالص، وده اللي هنعمله يمكن اخر مثال في البيمز، كاميرا عاديه خالص بس في نقطه منهم فيها انترميت هينج واحده، هل ده ينفع تكون بند؟ بند معناها ايه؟ انترميت هينج في الاول وفي الاخر. فمعنى كده عايز ترسم بيمه خليك في كونتينيوس، لما نيجي نستخدم التراس هستخدم مين؟ البند. بعد كده بيقول لك الاوفست، انت عايز ترسم خط عايز تحركه مسافه، يعني لو انا برسم هنا الخط ترسم في مكانه ولا ترسم بعيد عنه شويه؟ لا في مكانه زي ما هو. ودي حاجه اسمها دروين كنترول تايب، دي بقى بتسهل عليك الرسم شويه. لان واسمها سبيس بار، بيخليك تتحرك في كل حته، مش ده شبه البولر اللي كان موجود في الكاد؟ ده ايه الحاجات الثانيه؟
يقول لك horizontal ده اللي هو مين؟ شبه الارض. vertical هتحرك ايه؟ راسي بس. parallel to angle هيخليك تتحرك ايه؟ بزاويه معينه. بص اول ما تيجي تقف parallel to angle بيفتح لك خانه جديده اسمها ايه؟ الانجل اللي انت عايزها دي. انا عايز اتحرك بزاويه 45 درجه. طب مش عاجباني 45 عايز اغيرها، اكتب هنا الزاويه اللي انت ايه؟ اللي انت عايزها. طيب ايه كمان غير ده؟ في parallel to angle، بعد كده في fixed length. طيب انا دلوقتي هبتدي ارسم وهجيب لكم السبيس عشان نشوف ايه الميزه. بص هترسم خط، يبقى لازم نقطه بدايه ونقطه نهايه. ادي نقطه البدايه بتاعتي اهي. بص بيقول لك بقى عايز نقطه النهايه فين؟ انا كده شغال في السبيس صح ولا لا؟ طيب لو جيت خليت ده هوريزونتال هلاقيه كله بيتحرك ايه؟ شايف فيه هنا خط بس يمكن لا شايفينه، هو واضح قدامكم، ده بيتحرك ايه؟ افقي. طب لو خليت ده راسي هلاقيه بيتحرك. بص انا عمال اروح يمين وشمال وهو مصمم انه يمشي، بيتحرك راسي. وانت بتتحرك كده، لو انا بقى عايز اتحرك بزاويه معينه، بص هو 30 درجه بس، حتى لو انا نزلت بزاويه اقل هو مصمم انه يمشي على 30 لان انا كاتب له 30. بعد كده لو قلت له فيكسد لينس، وانا بص هخلي له اللينس ده واحد، شايف الخط طوله عمال يتغير؟ لا انت عمال تبعد وهو مصمم على نفس الطول اللي هو كام؟ اللي هو واحد. في اوبشنز ثانيه بيقول لك بعد كده في فيكسد لينس مع مين؟ عايز ده. بص ده 1 متر على زاويه 30، انت لو عملت ايه؟ انت حددت له هيمشي قد ايه وزاويه كام؟ خلاص هو لو دوست في اي نقطه هيقل الخط فين؟ عند النقطه اللي انت محددها له. طب في اوقات بنبقى عايزين نرسم خط بس مش عارفين الزاويه، خط مايل مش عارفين الزاويه، بس بنبقى عارفين ايه وايه؟ الاكس والواي. فهتلاقي بقى في اوبشن ثاني هنا اسمه دي اتش ودي في. ده بقى بيبقى عايز مين؟ دي اتش المسافه على الاكس، ودي في اللي هي الله يدي له مسافه اكس ومسافه واي. هو هيعمل ايه؟ هو هيروح يجيب الزاويه ويرسم لك الخط اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. فدي كلها تولز بتسهل لك الرسم بتاعك. فانا عايز ارجع خالص زي ما كان سبيس ونرسم بقى عادي، مش دي نقطه البدايه وادي نقطه نهايه اوت كاميرا. هو منها بيبتدي يكمل الرسم. رسمت الكاميرا بتاعتك، كليك يمين دي شال لك الخط كده، بيقول لك لو عايز تكمل حدد النقطتين بتوعك. احنا عايزين نرسم حاجه ثاني، فدوس اسكيب عشان تخرج من الامر خالص. انا بس كده كل اللي عملته ايه؟ انا رسمت. طيب بعد ما بنرسم قلت لك حط مين كمان؟ سبورتات. طيب المساله بتاعتنا كان السبورت ده فيكسد وده رولر وبعدين هنج. طب تعال نشوف كده، عايز تمسك النقط دي وتحط فيها سبورتات. مبدئيا اللي انت هتمسكه ده نقطه ولا فريم ولا اليمنت كامل؟ نقطه واحده. فانا بص اخترت النقطه دي، وبرده بنفس الطريقه اللي كانت موجوده هناك، من الشمال لليمين هيختار الحاجه اللي هو يغطيها كلها. طب ومن اليمين للشمال هيختار اي حاجه بيلمسها. تاني لو اخترت من الشمال لليمين هيختار الحاجه اللي كلها بتقع جوه المستطيل اللي انت رسمته. طب لو رسمت من اليمين للشمال هيختار اي حاجه بيعدي عليه. انا عايز النقطه دي بس، مش دي جوينت. يبقى هتروح في اساين جوينت. اساين جوينت اول حاجه اسمها ايه؟ ريستريم. معناها مانع. هو اصلا السبورت ده ايه؟ هو مجرد مانع حركه. فانت بتقول انا عايز امنع عند الجوينت دي، فلو دوست اساين ريسترين هتظهر لك القايمه. ايه اللي موجود فيها؟ فيكسد انجن رولر وايه دي؟ فري. مفيش حاجه خالص. طب اتفرجوا بقى ايه اللي موجود هنا؟ دي الديجريز اوف فريدم اللي ممكن تتحركها اي نقطه من الفراغ، اي نقطه كده ممكن تتحرك في اكس وفي واي وفي زد. طب وايه كمان؟ وتلف حوالين اكس وتلف حوالين واي وتلف حوالين زد. هم دول الست روتيشنز اللي ممكن يحصل، الست ديجريز اوف فريدم اللي ممكن يحصل. لو دوست فيكسد، هي الفيكسيشن بتعمل ايه؟ تمنع كل. اول ما تدوس على الفيكسد هتلاقيه راح معلم لك عليهم كلهم. طب لو دوست هنج بتمنع الحركه؟ بالظبط كده، بتسمح بروتيشن بس بتمنع الحركات. فهتلاقي ان الثلاثه ترانسليشن اتقفل والروتيشن مفتوحين. طب هنج الحركه الرئيسيه بس، بيمنع الحركه الرئيسيه بس. فهتلاقي اي واحده بقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه المجموعه؟ ثلاثه. تلاقي ثلاثه بس متعلم عليه. فري مش هتلاقي اي حاجه. انا النقطه دي عايزها فيكسد فعلمت على دي فيكسد. دي رسمة الفيكس سبورت عنده. طب النقطة الثانية عايزها ايه؟ رولر. فراح دايس جوينت ريسترين واختار رولر. النقطة الثالثة الساين وجوينت ريسترين واختار مين؟ هنجل. دي دول الثلاث سبورتات اللي موجودين في الكاميرا بتاعتي. لحد دلوقتي في مشكلة؟ يبقى تاني كده انا اللي عملته، عملت أول حاجة ديفاين، عرفت الماتيريال ومين والسكشن بتاعي. تاني حاجة بعد ما عرفت الماتيريال والسكشن رحت راسم الاستراكشر بتاعي، رسمت البيم. وبعد كده عايزين نحط الكاميرا السبورتات، فابتديت احطها.
طيب الخطوة اللي جاية بعد كده اللي هي مين؟ الساين. الساين دي جواها حاجتين، عايز اتاكد ان كل اليمنت مرسوم واخد القطاع اللي انت عايز تديه له فعلا، وعايز بعد كده احط الاحمال على المساله. طيب تعالى نمسك اول حاجه، ازاي اعرف السكشن الكاميرا بتاعتي واخد السكشن اللي انا عايزه ولا لا؟ لو اخترت اي كاميرا ودوست كليك يمين عليها ظهرت لي القايمه دي، دي فيها كل ما يخص الاليمنت اللي انت وقفت عليه، بدايه بحاجه اسمها لوكيشن. لوكيشن دي يعني مكان الخط. طيب الخط بيتحدد بكام نقطة؟ نقطتين. فالبيل يقول لك ادي اول نقطة رقم واحد، احداثي اكس بتاعها كام وواي كام وزد كام، نقطة النهاية رقمها اتنين، اكس وواي وزد، واللينس بتاعه اربعة. طب لو دخلنا على الخانة التانية اللي اسمها اسايمنت، هيقول لك دي واخدة سكشن كام؟ 30 في 70. بروبرتي موديفاير، هل حصل فيها أي تعديل؟ بيقول لك لا ما حصلش أي حاجة. كل دي هي خلاص بتاعت مين؟ بعد كده التالتة لو جيت عليها اللي هي لودز، انا دخلت احمال خالص فبيقول لك مفيش اي حاجه. فدي كده بالنسبه لكل اليمنت تعرف طلع البروبرتيز بتاعته ازاي، وهكذا للتاني. طب انا مش عايزهم يبانوا كده، انا يعني ينفع اخليهم يتكتب عليهم؟ تعال نشوف. في بقى حاجه هنا اللي هو البوكس اللي عليه علامه الصح ده، سيت ديسبلاي اوبشنز، ده كل اللي بيعمله انت عايز تشوف ايه قدامك. فلو جيت تشوف في هنا الجاينت بيقول لك الليبل ده رقم كل جوينت، عايز تشوفه ملوش لازمه، لا مش عايز، مش علم عليه. الريسترين دي سبورتات، عايز تشوفها هي متعلم عليها علامه صح، لو مش عايز تشوفها اعمل ايه؟ شيل دي خالص، وهكذا. دي كل حاجه لوكال اكسيس لكل نقطه عايزهم يبانوا ولا لا. انفيزبل دي النقط دي كل نقطه مرسومه، عايز نرسم لك عندها دايره ولا انفيزبل ما خليهاش تظهر خالص. نوتن فيو هيعمل ايه؟ هيخفي كل النقط. بص اول ما تدوس نوتن فيو ما بقاش فيه نقط خالص، لو دوست من هنا ابلاي اي نقط اللي حصل فيها اختفت، شلنا دي هتبتدي ترجع ايه؟ ترجع دي. بنفس الطريقه دي الفريمز، عايز تبين رقم كل فريم، عايز تبين اللوكال اكسيز، عايز تبين القطاع بتاعه، عايز يتكتب عليه قطاع، لو دوست كده وابلاي تعالى نشوف كده، فكتب لك فوق كل كبر دي ورا قطاع اسمه ايه؟ في 30 في 70 وهكذا. فانت لو عايز تطلع قدام عينيك بعد ما رسمت عايز اشوف اني كاميرا اللي مش واضح القطاع بتاعها اقدر اعمل كده. طيب بنفس الطريقه لوكال اكسيز ونوتن فيو هيخفي لك الفريمات دي كلها. الكلام ده ينطبق على كيبل لو عندنا في الرسمه وتندن واريا بلاطات، كل ده مش موجود فهتلاقيهم كلهم مقفولين. في حاجه ثانيه اسمها جنرال ايه؟ جنرال اوبشنز. فيو كلرز اوف، مش ده مرسوم اصفر؟ اشمعنى بشوف اصفر يعني؟ هو بيقول لك ابين لك الالوان دي باي اوبجكت، يبقى الاوبجكت ده هيبان باللون المعروف، هو بالنسبه له الديفولت ان ده يطلع ايه؟ اصفر. تاني اختيار بقى وده اللي يمكن الناس بتميل نستخدمه اسمه ايه؟ بين لي كل سكشن بلون. فانا لو دوست كده هلاقي ان الكاميرا اتغير لونها، طب اشمعنى اللون ده؟ تعالى نرجع لديفاين سكشن فريم ونفتح الكاميرا اللي احنا عرفناها، في هنا جنبها ايه؟ ده لون. اللون ده انا دوست عليه اختار لكل قطاع اللون اللي انت عايزه. فعشان كده الناس لما بيكون عندنا بقى بلان كبير قوي وعايزين نسهل على نفسنا بدي كل قطاع ايه؟ لون، عشان قدام عينيا حتى من غير ما اكتب عليهم ابقى شايف ان الكاميرا دي قطاعها غير دي، فلو في حاجه بعرف ايه؟ القطها بسرعه. طيب نرجع تاني كده، انا رسمت واتاكدت ان هم واخدين القطاع. طيب لو اكتشفت ان الكاميرا دي واخده قطاع غلط، الكاميرا دي واخده قطاع غلط وعايز اديها القطاع بتاعها، اعمل ايه؟ اختارها واعمل اساين. لما كنا مختارين النقطه رحنا على الساين ايه؟ جوين. طب انا دلوقتي مختار ايه؟ يبقى هروح على الساين. لو فتحت دي كل دي حاجات تنفع تعدل فيها في الفريم، اولهم فريم سكشن، لو عايز تغير السكشن هتدوس عليها هتجيب لك القايمه اللي فيها السكشن كلها، ده السكشن اللي انت عايزه اختاره ودوس ايه؟ اوكي او ابلاي، هتلاقيه خد السكشن اللي انت عايزه وهكذا. وحتى لو اخترت ده وعملت الساين وفريم، تاني واحده بروبرتي موديفاير، بروبرتي موديفاير اللي هي الايه؟ الفاكتورز اللي كانت بتتضرب، لو عايز تعدلها هيقول لك انت عايز تعدل مين فيهم. يبقى اي تعديل عايز تعمله على فريم من اساين فريم تبتدي تعدل فيه اللي انت عايزه. لحد دلوقتي انا كل اللي عملته رسمت، اتاكدت ان انا حاطط السبورتات بتاعتي، القطاعات بتاعتي داخله مظبوط، وفي الاول خالص كنت عامل ديفاين للسجيشن استخدمها وعامل ديفاين للماتيريال. اللي عايز اعمله دلوقتي ان انا عايز احط مين؟ الاحمال بتاعته. تعال نشوف كده
لو جيت بصيت على الرسمه، الرسمه دي ما فيهاش غير حملين، كونسنتريت لود راسي وكونسنتريت لود راسي وكونسنتريت مومنت، هما دول اللي موجودين. طيب كونسنتريت دول موجود عند ايه؟ عند نقطه معينه. دي اول حاجه، كونسنتريت لود موجود عند نقطه معينه. يبقى انا مبدئيا عشان ارسم لود هنا لازم احدد النقطه دي. طب تعالى نشوف كده، هل النقطه دي انا عارف الاقطها ولا النقطه دي؟ لو كان حد منكم اللي كان عامل في الاول خالص كان خد خمس جريدات، كانت النقطه دي هتتقيد ولا لا؟ لان احنا كنا عاملين فيزا باليمين انترسكشن بتاع الجريدات، فما كانتش هتظهر معايا. طيب لو هي كده وانا عايز احط النقط، في حاجه بقى اسمها ايه؟ درو سبيشال جاين، ارسم نقطه. لو جينا نرسم دي هتظهر لك قايمه بالمنظر ده. ايه اللي موجود فيها؟ اللي موجود فيها بروبرتيز اوف اوبجكت. بص المكتوب اول كلمه اسمها اوفست. اوفست دي معناها انت هتروح تحط دوس كلاك في مكان معين، عايز النقطه تظهر لك في المكان اللي انت دوست عليه ولا بعيد عنه شويه. طيب تعال نشوف، هو انا لو زيد لو دي 0 0 0 يبقى انا المفروض اروح ادوس فين؟ مكان النقطه. طب هو انا عارف احدد مكان النقطه؟ بس انا اعرف احدد مين؟ اعرف احدد دي مثلا. طب وايه علاقه النقطه دي بالنقطه اللي انا هدوس عليها؟ تبعد عنها نص الخمسه اللي هي 2.5 في اتجاه اكس ولا واي ولا زد؟ اكس. طب بتبعد عنها قوي وزد اي حاجه؟ يبقى انا كل اللي هعمله اروح جاي له، بص النقطه اللي هرسمها حطها لي على بعد 2.5 في اتجاه الاكس، وبص هدوس فين؟ هنا. اول ما هدوس هنا ظهرت لي النقطه فين؟ في مكانها. طب تعالى نجرب. لا الاول بكتب وبعد كده هحدده. لازم تكتب الاول، يعني لازم تكتب قبل ما تدوس. طيب لو انا عايز احط النقطه اللي في النص هنا وانا عايز ادوس على النقطه دي، يبقى النقطه اللي في النص تبعد عن هنا قد ايه؟ 2. فهروح طالع فوق كاتب كام؟ 2، وبعدين اروح دايس على النقطه دي، ظهرت النقطه فين؟ في النص. يبقى القايمه دي ما بتاخدش منك احساسيات النقط، دي بتاخد منك الاوفست اللي ما بين المكان اللي بتدوس فيه والمكان اللي انت عايز النقطه تظهر فيه. مش هو لسه الايه؟ تاني انا قفلت خالص اهو. تالت واحده اسمها درو سبيشال جوينت، ودي برده موجوده جوه قائمه درو. لو عايز تجيبها درو هتلاقي هنا درو سبيشال جوينت اهي موجوده فوق، بس اهو موجوده هنا او بره اهي. بتدوس عليها بتظهر لك القايمه دي اسمها الاوفست في اتجاه الاكس، واوفست في واي، واوفست في زد. اوفست يبقى هي المسافه ما بين النقطه اللي هتدوس عليها والنقطه دي عايزه تروح فين. ايه اللي بيخليني استخدم ده؟ بيخليني اكتب اوفست. انت مش عارف تقرا النقطه دي، وبالتالي ما ينفعش تقول لي ان انا هروح عليها، ما انت مش عارف تجيبها اصلا. فبالتالي انا هروح ادوس في اي نقطه. طيب السؤال بقى، لو انا عايز ارسم النقطه دي بس هدوس هنا، هدخل اكس بكام؟ خلاص 2.5. كل التعامل هنا هو تعامل كوردينتس، وفي اتجاهات موجب واتجاهات سالب، فلازم تكون عارف انك هتتحرك ده عكس الاتجاه الموجب بتاع اكس، اللي هتدخل ناقص 2.5. يبقى انا لحد كده اللي عملته انا رسمت النقطتين، دوست اسكيب وقفلت. بص عايز تختار النقطه دي اختارها واعمل فيها اللي انت عايزه، اختار النقطه دي اعمل فيها اللي انت عايزه. طيب تعال نكمل بقى، تعال نكمل. يعني بعد ما اكتب 2.5 بتدوس على بتدوس على النقطه اللي انت عايز تدوس عليها. يعني دوست هنا هتظهر لك دي هنا على بعد 2.5 من المكان اللي انت دوست عليه. طيب ايه كمان؟ عايز بقى دلوقتي ابتدي ادخل الاحمال. النقطه دي عليها حمل مقداره 100 كيلو نيوتن في اتجاه مين؟ الزد ولا ناقص الزد؟ متأكدين؟ ده ناقص الزد. طب تعالى نشوف. أول حاجة أنا اخترت النقطة، فأروح عامل أساين المرة دي بقى جوينت ولا جوينت لود؟ الفرق ما بين الاثنين أنت عايز تعدل حاجة في الجوينت. طب وجوينت لود أنت عايز تحط حمل على مين؟ على النقطة دي، فرحت على جوينت لود. بيسألك بقى اللي أنت عايز تحطه ده، دي قوة ولا ديسبيسمنت؟ قوة ولا إزاحة؟ ففي احتمال ان انا ممكن يكون عندي اللود اللي في المساله ان انا امسك النقطه دي احركها، ودي كانوا بيعملوها معاكم تقالي في الكورس بتاع الفورس ديفورميشن اللي بتاخدوا فيه الانترنال ستراكشرز. كان بيقول لك حل المساله ان لو النقطه دي اتحركت او هبطت 2 سم ودي اتحركت يمين وهكذا، فينفع تدخل عند نقطه يا اما فورس يا اما فورس ديفورميشن. فانا اقول له لا انا عايز ادخل فورس. ظهر لنا القايمه كده كل اللي موجود فيها ايه؟ الفورس في اتجاه جلوبال اكس، الفورس في اتجاه جلوبال واي، جلوبال زد، مومنت جلوبال اكس، وهكذا. ده بسبب انك مختار ان الكوردينت سيستم مين؟ الجلوبال. طب لو انت عايز تخليه لوكال، فور اكس واي وزد يتحولوا لواحد واثنين وثلاثه. طب هو الاحمال اللي موجوده دي في اتجاه الجلوبال ولا لا؟ في اتجاه الجلوبال. خلاص خلينا شغالين في الجلوبال. طيب اول حاجه دي اسمها لود باتر، اسمها لود باتر. لود باتر دي بقى معناها ايه؟ جوه البرنامج بيقول لك ان انت ممكن تدخل كل حمل
ومسماه. احنا لما كنا بنيجي نحل مش كان بيبقى عندي حاجه اسمها ديد لود، حاجه اسمها لايف لود، حاجه اسمها ويند، احنا زلازل، كل نوع مختلف. ده اللي احنا بنسميه لود باترن، شكل من اشكال الحمل. الديفولت في البرنامج الديد لود. طب والديد لود جوه البرنامج بيمثل له ايه؟ وزن المنشأ. طب وزن المنشأ ده انا اللي هدخله له؟ لا، هو الوزن كان بيساوي ايه؟ ها؟ جاما فوليوم. لو عايز تحسب لكل متر متر طولي يبقى جاما بي في تي، مش ده كان بتاع الكاميرا؟ انت دخلت له الجاما ولا لا؟ دخلت له البي و تي ولا لا؟ اوريدي هو هيعمل ايه؟ احسبها. يبقى هو تلقائي كده البرنامج حاسب معاه وزن كل العناصر اللي انت ايه؟ اللي انت رسمتها، ده من غير الاحمال خالص، هي مرسومه. ومحطوطه او سوري محسوبه ومحطوطه جوه كيس اسمها ايه؟ ديد. طيب فانا من هنا عايز ادخل احمال. طيب قبل ما ادخل الاحمال لو عايز اعدل في الديد دي او عايز اعرف لود باترن جديد، طالما هتضيف حاجه جديده يبقى من قائمه مين؟ ديفاين. هتلاقي فيها حاجه اسمها لود باترن. اول ما تفتحه هتلاقي اوتوماتيك موجوده مين؟ ديد لود. طب ايه اللي موجود ده؟ لود باترن نيم، انت عايز تسمي اسمه ايه؟ تاني حاجة نوع الحمل ايه؟ لو فتحت هنا هو في شوية حاجات دافلت موجودة جواه، نوع الحمل ده ديد ولا لايف ولا روف لايف ولا ويند ولا سنو، شوية حاجات مش موجودة فيه بنختار ايه؟ اظهر حاجة تانية مش مهمة اسمها ايه؟ التالتة دي بقى مهمة اوي اسمها ايه؟ سيلف ويت مالتبلايز. معناها انا هاخد وزن العناصر اللي مرسومة واضربه في كام؟ ففي الديد لود عشان ياخد الاون ويت يبقى يضرب في كام؟ طب وانا بدخل اللايف لود هل محتاج احسب الوزن تاني؟ يبقى لازم الفاكتور ده يبقى كام؟ يبقى زيرو. عشان كده لو انت عايز تضيف حاجه جديده وليكن اسمها لايف واخترت لها نوع اسمه لايف، بص لو انت اخترت لايف اوتوماتيك هتلاقي الواحد بقى كام؟ على طول هو فاهم ان ده ما بقاش ديد لود وبالتالي ده لازم يكون زيرو. طب انا اخترت اذر مثلا، يبقى انت اللي لازم تروح تخلي ده كام؟ زيرو. خلصت وعايز تضيف دي رحت دايس اد نيو لود باترن، ظهر لي فين؟ ظهر لي ده. عايز تعرف بقى مش لود باترن واحد، عايز تعرف 10 20 انت حر، اعمل كل اللي انت عايزه. طيب عرفت اللود باترن ده دوست اوكي. هرجع تاني بقى عايز احط اللود ده، مسكت النقطه اساين جوينت لود فورس. لو فتحت بقى اللود باترن هتلاقي جوه القايمه دي مين؟ كل اللود باترنز اللي انت عرفتها بره. انا اللي انا عايز اضيفه بدل ما اضيفه في الديد لود، عايزين نضيفه في الديد لود ماشي، عايزين نضيفه في اللايف لود ماشي، اي حاجه. لو انا اشتغلت مثلا انا هضيفه في اللايف لود تمام. طيب فجيت دلوقتي يبقى ده الاحمال اللي هدخلها دلوقتي هتروح فين؟ في اللايف لود. الحمل بقى اللي كان موجود ده في اتجاه الاكس ولا الواي ولا الزد؟ الزد. وهو فورس ولا مومنت؟ فورس. يبقى اروح جاي هنا حاطط الميل، موجب ولا سالب؟ سالب، عشان دي عكس. طيب تعال ندوس كده ابلاي، اترسمت الايه؟ اترسمت المية والتحت فعلا. طيب بعد كده عايز امسك النقطة دي، رحت مسكت النقطة دي جوه نفس القايمة، مش لازم تطلع وتدخل تاني زي ما هي كده. اختار بس الأول، اخترت دي النقطة دي كان عليها المية وكان عليها ايه كمان؟ كان عليها مومنت. أول حاجة المية اهي موجودة، عايزين بقى نحط المومنت. السؤال دلوقتي المومنت ده بيلفت حوالين محور اكس ولا واي ولا زد؟ اتفقنا ان الرسمة دي موجودة في اي بلين؟ اكس زد. يبقى المومنت ده بيلف حوالين واي. طيب ركزوا بقى كده شويه، لو ده الاكس وده الزد، الواي موجب من بره ولا جوه؟ كنتوا فاكرين بتحددوها بايه؟ بقاعدة اليد اللي هي كنت بتقول روح من اكس لواي يديك الاتجاه الموجب بتاع مين؟ بتاع الزد. المهم هي مرسومه قدامكم، فده اكس هتلاقي واي لجوه عشان يدي زد لفين؟ لفوق. يبقى اتجاه الواي موجب داخل جوه السبوره ولا خارج بره؟ طيب تعال بقى نشوف. بص لو انت عايز تلفف كده المومنت كان بيتحدد باتجاه دوران وايه كمان؟ وفيكتور. فاكرين الكلام ده الميكانكس؟ فيكتور مش فاكرين حاجه خالص. فيكتور يعني الفيكتور ده بقى البرنامج مش هيفهم اتجاه الدوران، هو عايزك تقول له الفيكتور ده في اتجاه الموجب ولا السالب. فانا كل اللي هعمله ايه؟ مش ده اتجاه الدوران؟ صباعك ده لبره ولا لجوه؟ في اتجاه الموجب ولا السالب؟ سالب. يبقى ده هيخش المومنت موجب ولا سالب؟ نقول تاني؟ تاني. اتجاه المومنت جوه البرنامج هيتحدد بالفيكتور، المومنت مش هيرسم لك، البرنامج مش هيرسم لك المومنت بلف، هيرسم لك اتجاه الفيكتور. طب احدد اتجاه الفيكتور ازاي؟ الموضوع سهل. ده المومنت بيلفلف كده اتجاه صباعك ده واتجاه الفيكتور بتاعه، يبقى هو خارج لبره. هل ده في اتجاه موجب واي ولا ناقص واي؟ ناقص واي. يبقى المومنت بتاعك هيخش في اتجاه ناقص واي، فهروح جاي هنا مومنت about global y
هخليه ناقص 50 واروح اعمل ابلاي وهدوس اوكي. ظهر بس هنا مين الفورس. طب تعالى كده نجيب في هدوس 3 دي. ايه اللي موجود قدامك ده؟ ده الفيكتور بتاع مين؟ بتاع المنطق. عشان يميز لك اللود من الفيكتور كان بيرسم هنا كام سهم. احنا كنا بنرسمها ازاي؟ بنرسم سهمين. فهتلاقي هنا رسم سهمين وكاتب لك عليهم ايه؟ عليهم 50. تاني انا اخترت النقطه دي كل اللي اعمله assign joint load force. النقطه دي عندها قوتين، قوه راسيه في اتجاه ناقص زد مقارنها كام؟ ناقص 100. فرحت جيت في اتجاه الزد كتبت ناقص 100. المشكله بتاعتكم ان انتوا وقعتوا بينها المومنت ده. اتجاه المومنت كان بيلف كده صح ولا لا؟ لما المومنت اللي بيلف كده هو ما عندوش حاجه اسمها بيلف ازاي. عايز يعرف اتجاه الفيكتور بتاع المومنت في اي واحد في دول. المومنت بيتحدد ازاي؟ ده اتجاه الدوران، اتجاه الفيكتور واتجاه صباعك ده. ده خارج بره السطور. يبقى المومنت ده عشان ترسمه كده يبقى اتجاه الفيكتور بره. طيب احنا اتفقنا ان الواي موجب لجوه ولا لبره؟ جوه. هل ده في اتجاه موجب واي ولا سالب واي؟ سالب واي. يبقى انت لما تيجي تدخل المومنت بتاعك هتدخله حوالين واي بموجب ولا بالسالب؟ سالب. بس كده. وهتلاقيه سالك هنا اتجاه الفيكتور بتاع المومنت الموجود. فلو دوسنا من هنا اوكي وجبت 3 دي بقول لك عشان نشوف اتجاه الفيكتور اهو. راح مطلع لك مين؟ اتجاه الفيكتور اللي بره. فعلا المومنت اللي انت كنت عايز ترسمه الفيكتور اللي بره ولا لا؟ اهو طالما الفيكتور اللي بره يبقى هو بيلف كده وهو المومنت بتاعك كان بيلف كده. طيب انا لحد دلوقتي كل اللي عملته ان انا بس دخلت الاحمال وعرفت القطاعات وبالتالي كده الخطوات بتاعتك ايه؟ تمام. طيب اللي جاي بعد كده عايزين نحل، عايز افهمه انه يحل. قلت لكم ان الكلام ده موجود من قائمه انالايز. هو انا علامه السهم دي بتعمل رن. بس تعالى بالمره كده نقول هو ايه اللي جوه انالايز ده. اول اختيار فيه سيت اناليسيس اوبشن وهو اللوجو دي وفي الغالب ما تستخدمهاش. بس انا فهمتكم هي بتاعت ايه. لو جيت تبص بيقول لك ايه available degrees of freedoms الست degrees of freedom اهم. عايزني لما اجي احل برنامج عايزه لما يجي يحل يحل الست degrees of freedom دول ولا يحل حاجه معينه؟ طب الكلام السؤال ده بيسالونك ليه؟ لو انت فاهم ايه الديجريز اوف فريدم اللي تهمني يبقى بلاش الباقي. يعني ايه؟ تفتكر انت لما كنت بتحل سند بريمة كان بيطلع لك كام مومنت؟ واحد. اللي هو كان حوالين المحور كام؟ 3. يبقى الاثنين مومنت التانيين يهموك في حاجه. لو انت متمكن يعني متاكد قوي من الكلمتين دول ساعتها ممكن تقفل مين؟ الاثنين ديجريز اوف فريدم اللي هناك تقول له ما تحلهمش وبالتالي هياخد وقت اقل. طب احنا مش عايزين نوجع دماغنا بالكلام ده وسيبه هو يعيش حياته. سيبهم زي ما هو وخليه ايه؟ خليه حل وهيطلعوا لك في الاخر بصفار ما تقلقش. بس هو يمكن ياخد وقت اكتر وان كان في المسائل الصغيره مش فارقه معاه في حاجه. طيب اوكي فدي كده كانت اول حاجه. بعد كده انالايز ده نون لينير. لو احنا عايزين نحل حاجه نون لينير ودي بعيده عنكم قوي يعني كريت اناليسيس موديل ده هيحل. ده هيبتدي يحل اللي تحتها ست لود كيسز تو رن. عايزني احل لك اني لود كيسز. لو فتحتها هلاقي جواها الدلت واللايف. مش دول انت معرفهم؟ في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ موديل. موديل ده موجود ديفولت في البرنامج انه موجود وده وظيفته انه يحل حاجه تخص الزلازل. احنا دلوقتي عايزين زلازل في حاجه طب انا مش عايز واخد وقت في حلها. علم على اللي انت عايز توقفه ولو دوست هنا رن سلاش دونت رن. اول ما تدوس عليها بص على الاكشن دي دونت رن كده هو هيعمل ايه؟ هيحل الاثنين دول بس مش هيحل لك دي خالص. لو عايز ترجعها رن تاني هتدوس عليها مره تانيه. يبقى تاني كده طالما مفيش احمال زلازل او احمال جانبيه بتاعتك ما يخصكش ابدا انك تحل الموديل. ما نضيعش فيه وقت لان هو فعلا بياخد وقت بالنسبه للحاجات الثانيه. هوقفه خلص دوس رن. ايه رن ناو. لو دوس رن ناو هيبتدي ايه؟ هيبتدي يحل. بيقول لك سيب لي الفولدر بتاعك ده سيبته باي حاجه هيقعد على الشمال هنا. بيقول لك دي النسبه بتاعت الحل وطبعا هيخلص بسرعه انها حاجه ايه بسيطه شويه. واول ما خلص اول حاجه جابها لك ده ايه؟ الديفورمت شين. لانه اول حاجه طلعها مين؟ الليوهات. فراح مطلع لك دي. لو وقفت عند اي نقطه بص وانت بتتحرك كده اول ما بتقف عند النقطه دي بيجيب لك ايه؟ دي قيمه الديفورميشن عند النقطه دي. اتحرك في اتجاه اكس كام؟ زيرو. في اتجاه يو 2 برضه زيرو. هو بس هيتحرك في مين؟ في الزد اللي هو يو 3 ولف حوالين 2. يبقى دي كده الايه؟
دي الديفورم شيب بتاعها. اي نقطه من دي تقدر تشوف السبورت اللي هيحصل فيه. المفروض ما يتحركش خالص ترانسليشن، وده اللي حاصل، كلهم مصفار، لكن ينفع يلف لان ده هنج. برضو الرولر ينفع يلف. لو جيت بقى عند الفيكسد المفروض اليوم كلهم بكام؟ كلهم مصفار. حلو قوي. بص بقى علامات الاوتبوت الموجوده دي، الثلاثه دول مش هيظهروا معاك غير بعد ما تحل، لان دول بتوع مين؟ بتوع النتائج بتاعتك. اول واحده اند فورم تشين، اول ما تدوس عليها بيقف، يعني رجع لك المساله زي ما كانت. تاني واحده ابين لك الديفورم تشين، بس اول ما بتدوس عليها بتظهر لك اختيارات بالمنظر ده. ايه الاختيارات دي؟ انت عايز اطلع لك الديفورم تشين ده نتيجه الاحمال اللي جوه اللود باترن اللي اسمه ديد، ولا جوه اللود باترن اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه لايف. لا انا عايز بتاع لايف بس، خلاص اوكي. بعد كده بقول لك السكيلنج. بص انا هدوس على كده وهدوس ابلاي، فراح ارسم الديفورم تشين بتاع اللايف. السكيل اللي موجود هنا ده لو محمد ديد لايف مع بعض هقول لك دلوقتي، بس خلينا خلاص دي. بنعمل حاجه اسمها كومباينيشن ما بين الاثنين، اللي هي مثلا الالتيميت 1 و4 ده و1 و6 ده، هعملها معاك دلوقتي. طيب السكيل ده مجرد عايزنا نكبر لك الرسمه. ايه يعني؟ في ناس فوائد الديفورميشن دي صغيره قوي مش شايفها، هو بيتهيأ وما بيتحركش. السكيل ده عايزنا كانه عامل زوم مين او اوت، عايزنا نضرب لك الارقام دي هيطلع زي ما هو بواحد مني، هيفضل واحد مني، بس بدل ما هنزل لك حته زي كده هتبقى لك ايه؟ حته كبيره قوي، يعني هي بس مجرد حاجه انك تشوف بيها. طيب لو دوست ابلاي خلاص شفناها اهي، بعد كده اند فورم شيب رجع كده. اللي موجود هنا ده بقى ايه؟ مكتوب عليه شوف فورسز وستريسز. انا ده بتاع الفورسز والستريسز. لو دوست على السهم اول حاجه بيقول لك عايز تطلع الفورسز على مين؟ على الجوينت. طب هو ايه اللي بيطلع على الجوينت؟ دي الرياكشنز. يبقى انت لو عايز الرياكشن هتدوس على الجوينت. بيقول لك عايز الرياكشن نتيجه انهي لود كيس من دول؟ اللايف، كان انا بحل احمال راسيه بس. لو دوست ابلاي هلاقيه راح جايب الرياكشن ده وقفت عند النقطه دي كده. عند النقطه دي لو دوست عليها كليك يمين جاب لي كل الرياكشنز بتاعتها. دي فيكس سبورت، بيقول لك الرياكشن في اتجاه واحد اللي هو الاكس بزيرو، مفيش احمال افقيه اصلا. في اتجاه اثنين برضه ده اتجاه الواي، مفيش احمال في اتجاههم، لكن في اتجاه الزد في رياكشن اهو. طب المومنت، مفيش مومنت غير في اتجاه ايه؟ غير في اتجاه واحد بس. فدي الرياكشنز بتاعتها. بعد كده لو وقفت عند النقطة الثانية وكليك يمين، دي رولر هيظهر عندها كام رياكشن؟ واحد بس، يبقى هو فورس. وعند مين؟ عند ثلاثة. طب والهنج يظهر عندها كام رياكشن؟ يظهر عندها اثنين، واحد منهم بزيرو عشان مفيش أصلا أحمال في اتجاه الواي، واتجاه الزد اللي احنا حاطين فيه الأحمال طلع الرياكشن بتاعه. يبقى ده مبدئيا الرياكشن. لو جينا تاني كده في الرياكشنز من جوينتس، الاختيارات اللي موجودة جواها ديسبلاي تايبس، بيقول لك أبين لك الرياكشنز ده ارز، يعني اسهم زي ما هو ما باين كده. في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ تابيوليتد، هيحطها لك في ايه؟ كانه حطها لك كده في شكل جدول، كتب لك هنا الارقام اللي طالعه اف 3 الرياكشن الراسي بكام، والمومنت اللي موجود طلع بكام. هيجي هنا يحط لك مين؟ اف 3، وهيجي هناك يحط لك اف 3. فدي برضو طريقه عرض انك تطلع الرياكشن بتاعه. انا مش عايز الرياكشن المره دي، عايز اطلع فورسز على الفريم، فهدوس على دي. هيقول لك بقى بنفس الطريقه احمال بتاعه الديد ولا اللايف. خلينا دلوقتي في اللايف، خلينا في اللايف. طيب اوكي، ده اللايف اللي هي الاحمال الكونسنتريتد بس اللي انا دخلتها. عايز تطلع ايه فورسز؟ اني فورسز من دي بقى؟ عايز نورمال اللي هو الاكسيال فورس. اول ما بتدوس الاكسيال فورس كلها طالعه بكام؟ انا هشوف، هدخل بس من هنا واقفل لك السكشن ده خالص. وانا كل اللي مبينه الاكسيال فورس ده، لو دوست كليك يمين على اي كاميرا ظهر لي الشكل ده. ده بيوضح لك، شايف العمليه اللي هو بيطفي ده؟ انت مختار الكاميرا دي. واللي موجود هنا ده الديستريبيوتد لود اللي عليه. الاكسيال فورس اللي عليه كام؟ كاتب لك هو زيرو، وده التورشن اللي عليه. فهنا الاكسيال فورس عليه بكام؟ نورمال بزيرو. ليه؟ انا اصلا ما عنديش وانا مش حاطط في المساله دي ايه؟ قوه افقيه خالص. بنفس الطريقه لو جيت هنا، تعالى دلوقتي لو عايز ابين الشير زي ما قلنا بقى من شويه، الشير ده كاتب لك اهو شير 2 2 وشير 3 3، مش ده اللي احنا بنقوله؟ قال في احتمال يبقى في شير في اتجاه واحد، الشير يا في 2 يا في 3. طب المساله بتاعتي بالاحمال اللي انا حاططها الرئيسيه، الشير يطلع ارقام في 2 ولا في 3؟ في 2. طب وفي 3 يطلع كام؟ 0. ففعلا اهو، تعالى كده نجرب ونجيب شير 2 2 وهقول له ابلاي، راح عمل ايه؟ ده شكل الشير. حد واخد باله في اختلاف في الشير عن اللي احنا بنرسمه؟
بالظبط كده. احنا قلنا الرياكشن ده كان راسي، مش كنا نيجي من الشمال والشمال وطالع وده موجب وبعدين ننزل. امريكا كلها بترسم اشارة عكس، ترسم اشارة عكس بتفرق في حاجة خالص. انت حتى لما كنت بتيجي تصمم فورشير كان بيفرق معاك الشير طالع موجب ولا سالب؟ ولا يفرق معاك، المهم ان هو عايز يعمل ايه في القطاع، عايز يوصل. فهو بس الفكرة كلها هي نفس الموضوع، بس هو الموجب بالنسبة له سالب والسالب ايه؟ سالب. طب انا المنظر اللي قدامي ده مش شايف منه ارقام، مش شايف منه ارقام، ففي حاجة ان هي بدل ما option for diagram بدل ما هو fill diagram ممكن ايه؟ show values، باين لي الارقام لو دوست عليه وابلاي هتلاقيه حول لك شال لك التظليل اللي كان حاطه وكتب لك ايه؟ شيل هنا 55.5، شيل هنا شايف الرقم ايا كان ده هو ايه؟ 44، وهيبتدي يكتب لك كل الايه؟ كل الارقام اللي انت محتاجها. طب لو انا جبت شير 3 متوقعين الرقم يطلع كام؟ زيرو. طيب تعال نشوف الكاميرا دي عليها تورشن، مش حاطين غير احمر راسيه، ادي التورشن بتاعك مفيش اي ايه تورشن. طب المومنت اللي يطلع مومنت 2-2 ولا مومنت 3-3؟ طب ركز، تعال ركز كده شويه. انا رسمت في اتجاه اكس زد صح ولا لا؟ ادي الاكس وادي مين؟ وادي الزد. المومنت اللي هيلف حوالين مين؟ هو راح جاي من هنا مطلع ام 3-3، دي رسمه مين؟ رسمه البندنج مومنت. طيب انا هقفل بقى عشان اوريك حاجه صغيره كده. النقطه دي كان عندها ايه؟ كونسنتريتد مومنت. يبقى لازم يحصل ايه في المومنت؟ لازم يحصل دروب. ادي الدروب بتاعك، ولو جبت القيمتين دول هتلاقي ان الفرق ما بينهم هو قيمه مين؟ قيمه الكونسنتريتد مومنت اللي انت عايزه. فده كده شكل البندنج مومنت اللي انت عايزه. اللي انا كنت بقول لكم عليه من شويه فكره السكيلينج، واحد مش عاجباه الارقام دي عايز يكبرها شويه، لو جبت يوزر ديفاين بدل السكيل ده ما واحد يضربه في 2، كل اللي عمله بس انه ايه؟ كبر لك الرسمه، لكن هتفضل عليها مكتوب عليها نفس الرقم ده، بس لو واحد مش شايف حاجه يعني. طيب يبقى ده كده بالنسبه للمومنت. يبقى دي ان انا ازاي اطلع النتائج بتاعتي من هنا. اخر حاجه بس قبل ما اديكم كده انكم تجربوا حاجه صغيره، وده اللي كان بيسال اي واحد من زمايلكم دلوقتي. انا بقى المساله بتاعتي كان فيها جزء من احمال ديد وجزء من احمال لايف، يعني اللي انا كنت عمال اوريه لكم كله كان نتيجه الكونسنتريت لود بس اللي احنا دخلناها. احنا دخلنا احمال الديد لود، ما دخلناش حاجه، بس في احمال جواها ولا لا؟ اللي هو ايه؟ الوزن بتاعها بس. فانا دلوقتي ممكن حتى نشوف لو جبت دلوقتي البندنج مومنت بس نتيجه مين؟ الديد لود، هلاقي ان ده البندنج مومنت بتاع ايه؟ بتاع الاون ويت. كانك حاطط الديستريبيوتد لود هنا، هو عباره عن الاون ويت بتاع الكاميرا. ادي البارابولا اهي، وادي النيجاتيف مومنت بالشكل ده. انا بقى عايز اعمل كومباينيشن زي اللي احنا كنا بنشتغل عليها مثلا دايما، اللي هي الالتيميت، اللي هي 1-4 ديد و1 و6 لايف، ايا كانت الكومباينيشن بتاعتي. ازاي اعمل كومباينيشن؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضيفها جوه الموديل بتاعك من غير ما تفك الرن وترجع هي كومباينيشنز. طب ليه؟ هل هي بتأثر في الحل؟ هي مجرد تجميع، مش انت حليت الكيس اللي اسمها ديد والكيس اللي اسمها لايف. انا كل اللي اقوله ايه؟ اضرب الديد في 1-4 واضرب اللايف في 1-6 وجمعهم على بعض. طب بتتعمل منين؟ ديفاين لود كومباينيشنز. انا عايز اعرف حاجة جديدة، هقول اد نيو، سميها مثلا التيميت، وبعدين تروح جاي هنا الديد لود عايز يضرب في كام؟ 1-4 ودوست اد. طب واللايف لود 1-6 ورحت دايس اد بالمنظر كده. هو هيعمل ايه في الالتيميت؟ هيجيب الديد لود يضربه في 1-4، ويجيب اللايف لود يضربه في 1-6 وطلع دي. لو دوست اوكي تاني تتعامل منين؟ ديفاين لود كومباينيشنز، ديفاين لود كومباينيشنز، بعد كده اد نيو، او لو حاجه موجوده او عايز تعدلها هدوس ايه؟ وديفاي. فتحت دي، ده المسمى بتاعها. اللي هنا دي اللود باترنز اللي هتستخدمها. فانا هقول له انا عايز الديد لود عايز اضربه في 1-4، ورحت دايس اد الاقيها اتضافت تحت كده في سطر. بعد كده اخترت اللايف وعايز اضربه في 1-6، هتدوس اد هيظهر لك تحت كده. ايا كان بقى اللي انت عايز تضيفه عملت اللود كومبانيشن بتاعك. لو حد منكم بس خد باله في هنا حاجه اسمها لود كومبانيشن تايم، لو فتحتها في حاجه اسمها لينير انفلوب ابسولوت اد وهكذا. احنا شغالين على لينير. لينير دي مجرد تجميع، لينير تجميع، يعني اضرب لك 1-4 ديد و1-6 لايف واجمعها. انفلوب دي
لو انت ممكن تدخله 4 دوت كومباينيشنز. مش المفروض واحنا بنصمم على في كذا دوت كومباينيشن، بس المفروض اصمم على اي واحده فيهم الاكبر. فقدامك حل من اثنين، يا اما تقعد تجيب كل واحده وتشوف الرقم هنا كام والرقم هنا كام والرقم هنا كام والرقم هنا كام وتطلع انت اكبر واحد فيهم، او في حاجه اسمها انفلوب، خدهم كلهم وطلع لي مين اكبر واحد فيهم. هنشوف الكلام ده لما نيجي نشتغل بقى على كل يونت ونستخدمها ايه، نستخدمها ايه. دوست اوكي. هجيب بقى دلوقتي عايز تطلع مثلا بيندنج مومنت، بس بدل ما هقول له ديد ولايف هلاقي ظهرت معاهم مين الالتيميت. اوكي هيظهر لك شكل البيندنج مومنت من ديجيت مين الاثنين مع بعض. تمام كده. حد منكم عايز يعمل ايديت جوه الرسمه باي شكل من الاشكال لازم يفك الرن. يعني انا عايز اعدل في الرسمه دي، ما ينفعش اعدل فيها. انا قلت الحاجه الوحيده اللي ينفع تتعمل بعد الرن هي ايه، لوت كومبينيشن، بس غير كده لازم تفك الرن ده. فدوست على القفل ده فك الرن. لو عايز امسح اي حاجه من اللوحه من الشكل بتاعك من الموديل اختارها ودوس بس على ديليت. تدوس على ديليت هتتمسح. انا دوست كنترول زد ورجعتها. يبقى لو عايز تمسح اي حاجه اختارها ودوس ايه، ودوس ديليت بس مش اكتر من كده. تمام. طيب انا هعمل دلوقتي بس معاكم مثال تاني و... يعني انا لا اعمله وعايزكم تبتدوا من البدايه للنهايه. خلص الاول براحة. ما هو انتوا هتعملوا ده معايا. خلص الاولاني ده ولا استنى بس مش هتعمل الاولاني. ما هو ده فيه الاثنين. يعني ده الاولاني وهزود عليه حتى. ها؟ تعملوا موديل جديد هتدوس نيو وتعيدوا الايه؟ خطوات من اول وجديد. انا لو عايز اعمل اديت انا كل اللي هعمله النقط دي، عايز اعدل الاحمال اللي عليها واللود ديستريبيوت اللي عايز اضيفه. مبدئيا مش انا عرفت مرحله الديفاين وعرفت الماتيريال وعرفت السكاشن، اللي اتغير بس هو مين؟ اللودز. فعايز اغير اللودز. تعال نمسك حاجه حاجه. بالنسبه للنقطه دي كان عليها فورس كانت 100 وكان عليها مومنت 50، دلوقتي عليها ايه بس؟ 10. فورس راسيه وقيمتها 10. فاروح جاي هنا ماسك النقطه دي واساين جوينت فورس، دي كانت الاحمال اللي كانت عليها. انت عايز منهم ايه؟ انا عايز دي مفيش مومنت خالص فيبقى كام؟ يبقى زيرو. وعايز الفورس الراسيه تبقى كام؟ 10. بس رحت مخليها 10. طيب في حاجه بقى رئيسيه عايزك تاخد بالك منها. اول حاجه اللود بادر اسمه ايه؟ اللود بادر. يبقى الاحمال دي هتتحط جوه مين؟ طب لو كنت مختار ديد يبقى الاحمال هتروح جوه مين؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ايه الثلاث اختيارات اللي موجودين هنا؟ اول اختيار منهم بيقول لك ايه؟ الاحمال اللي انت هتحطها اد تو اكزيستنج. النقطه دي كان عليها احمال قديمه ولا لا؟ لو دوست على اد تو اكزيستنج هيعمل ايه؟ يضيف الاحمال دي على دي ويحل الاثنين. طب لو دوست ريبليس هيمسح كل القديم ويضيف مين؟ جديد. طب لو دوست ديليت اكزيستنج لودز هيمسح كل الاحمال اللي موجوده عند النقطه دي. يبقى تاني كده وانت بتحط الاحمال ركز، انت عايز تضيف الاحمال دي على القديمه يبقى دوس ايه؟ اد تو اكزيستنج. طب لو عايز استبدلهم هدوس ريبليس. طب لو عايز عند نقطه امسح كل الاحمال اللي عندها هدوس ايه؟ هدوس ديليت. يبقى انا عايز استبدل ال 10 بكل اللي كان موجود فهدوس ايه؟ ريبليس. ودوست ابلاي ظهرت عليها ال 10. طب تاني بقى النقطه دي في المثال بتاعي ما كانش عليها احمال خالص، اعمل ايه؟ لو دوست ديليت عمل قدامك ايه؟ قفل لك كل الاحمال ما بقاش في حاجه خالص، وابلاي ما بقاش في احمال عندها. طب انا عايز اروح اتاكد، وقفت عند النقطه دي ودوست كليك يمين ومن قائمه ايه؟ لودز. لقيته بيقول لي مفيش حمل عند النقطه دي غير مين؟ وداخله جوه لود باترن اسمه ايه؟ اسمه لايف. بعدين لو رحت عند النقطه الثانيه ودوست كليك يمين هختار لودز، في اي احمال؟ مش ده اللي انت عايزه؟ طب كده انا اتاكدت بالنسبه لمين؟ للنقطتين. اللي احنا عايزين بقى نزوده دلوقتي هو ايه؟ الديستريبيوتد لود اللي موجود ده، هل حمل موجود عند نقطه ولا موجود على الفريم؟ يبقى دلوقتي اول حاجه عايزين نختار الفريم، اخترت الكامرتين دول. واساين المره دي هو جوينت لود ولا فريم لود؟ فريم لود. والفريم لود ده ديستريبيوتد ولا مركز؟ ديستريبيوتد. طيب بعد ما هتدخل اول حاجه عايز تخليه جوه الديد ولا جوه اللايف؟ جوه اللايف. اخترت اللايف. بعد كده بيقول لك عايز الكوردينت سيستم يبقى جلوبال ولا لوكال؟ ده بالنسبه لي مش في اتجاهات الجلوبال، يبقى خلاص خليه جلوبال زي ما هو. طيب ايه بقى اللود دايركشن ده؟ الاتجاه بتاعك لو فتحت دي هتلاقيه بيقول لك الاكس والواي والزد واكس بروجكشن واي بروجكشن وزد بروجكشن وفي جرافيتي كمان.
طب حد يعرف يقول لي ايه الفرق بين اكس واكس بروجكشن؟ انا هسيبكم بس عشان تبقوا متخيلين الفرق بينهم. ده ممبر كده، هفترض ان في ممبر مايل، لو قلت له لود في اتجاه الاكس هيبقى عامل ايه؟ هيمسك دي كده هيحط لود عليها كلها، وفي اتجاه الاكس يعني اتجاهه شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده صح ولا لا؟ طب واكس بروجكشن سوري ده هو يعني ده اكس كده، لو بفرض ان ده اتجاه الاكس، لو عايز بقى اكس بروجكشن عارف يعمل ايه؟ مش ده الماسك الوسط بتاع الاكس وهيحط اللود كده، هل ده زي ده؟ فده عشان كده كان جايب لك اختيار اسمه اكس واختيار اسمه ايه؟ اكس بروجكشن. طب بالنسبه للجرافيتي تفتكروا ايه علاقه الجرافيتي باكس واي وزد؟ هو سالب زد، بدل ما يعني انا ممكن اختار زد وادخل الحمل بالايه؟ سالب. وتسهيلا بما ان كل احمالنا في اتجاه الجرافيتي عمل لك حاجه جديده اسمها ايه؟ جرافيتي. باي احمال راسيه ممكن تختارها على طول مين؟ فانا لو رحت اخترت الجرافيتي هنا بيسالك بقى على حاجه، الحمل بتاعك يونيفورم لود منتظم ولا نان يونيفورم؟ يونيفورم. يبقى النان يونيفورم ده كله بصفار مش موجود خالص، وانا هدخل قيمه يونيفورم قيمتها 5. بص اول ما هدوس ابلاي بقى في حمل مستطيل على ايه؟ على الكاميرا كلها. يبقى دلوقتي الكاميرا اللي انا رسمتها دي على الاستريت لود من الاول للاخر على كونسنتريت لود بس عند النقطه دي. بعد كده برضو عايز تبتدي ترن، قافل المودل، حليت الكلام ده، اقدر اطلع كل الايه؟ كل اللي انت عايزه. ده البيننج مومنت. لو عايز الديفورمت شيب جبت الديفورمت شيب ودوستها. في حاجه انا ما قلتلكمش عليها مع اني عارف انكم بتحبوها وهتهيصوا دلوقتي، في حاجه هنا اسمها ستارت انيميشن، لو بتدوس عليها كده بيقعد. بص اتبسطت ازاي؟ انا عارف احساس بيها. انا عارف احساس بس ستارت انيميشن دي مش عايزكم تشغلوها عشان من اللي مالهاش فرح، هنخلوها كده ايه. فده انا عايز على نفس المساله اللي احنا كنا رسمينها دي، انا هفك الرن وهعدل عليها. انتوا شايفين ايه اللي اتغير؟ الديستريبيوتد لود. طب الديستريبيوتد لود ده حمل على جوينت ولا على فريم اللي قدامكم ده؟ لا على فريم. فانا برضو اللي هعمله انا هختار بقى المره دي اول فريم، وبعدين اروح عامل اساين وبرضو فريم لود وديستريبيوتد. بس هل الحمل ده يونيفورم حمل منتظم؟ لا. لا يبقى هو مش يونيفورم. اليونيفورم بتاعه كام؟ 0. اللي موجود بقى حمل عباره عن نان يونيفورم لود، ده اسمه ايه؟ ترابيزويد لود. فبيجي يسالك يقول لك قيمه الحمل عن كل ستيشن، يعني ايه؟ مش انت ده الفريم بتاعك ابتدى من النقطه دي وانتهى من النقطه دي، نقطه الزيرو معناها نقطه بدايه الايه؟ الالمنت. طب ونقطه واحد اللي هي عندها ريلاتيف ديستنس يعني الاكس على الال بتساوي واحد، دي اخر نقطه. تاني ريلاتيف ديستنس دي ريلاتيف ديستنس اللي قدامك بتساوي الاكس على الال، الال ده طول الكاميرا والاكس دي المسافه بتاعت النقطه. اول نقطه اكس على الال بتاعتها بكام؟ زيرو. زيرو عشان اكس بزيرو. طب واخر نقطه الاكس بال يبقى ال على ال بكام؟ هو كل اللي بيقوله لك بقى قول لي قيمه الحمل عند اول نقطه وقيمه الحمل عند اخر نقطه وقيمه الحمل فين؟ الحمل فين؟ عند الربع وقيمه الحمل. طيب انا الحمل اللي موجود قدامي كان شكله ايه؟ مثلث كده، القيمه هنا كانت 5 وهنا كان 0 والطول ده كله كان كام؟ 4 صح كده؟ طيب تعالى كده نكتب الحمل عند الزيرو كام؟ الحمل عند 1. طب والحمل عند الربع؟ ربع مين؟ ربع 5. يبقى القيمة اللي موجودة هنا دي 5 على 4. طب واللي موجودة عند الثلاث أرباع؟ ثلاث أرباع 5. يبقى 3 في 5 على 4 اللي هي 15 على 4 بس كده. يبقى أنت اللي عملته مش أنت عايز ترسم التوزيعة دي، بدل ما هو كان حمل ثابت وكنا بنديله قيمة بتاعته كأنها يونيفورم، لا أنا المرة دي عايز أديله قيمة نان يونيفورم. فلازم تديله أربعة ستيشنز تديله قيمة الحمل فين؟ قيمة الحمل عندك. فاللي انا هعمله اروح جاي اقول له عند ريلاتيف ديستنس بزيرو اللي هي اول نقطه كان الحمل زيرو، عند الربع كان الحمل 5 على 4، طب وعند الثلاث ارباع كان 15 على 4، وفي الاخر خالص كان 5. تعالى نشوف كده اول ما دوست ابلاي فاهم جايب لك ايه؟ ده الالمنت اللي انت كنت ايه؟ كنت رسمه رسم لك عليه مين؟ المثلث ده صح؟ تعالى كده انا هجرب حاجه معاكم ونشوف هي صح ولا لا. هختار الالمنت الثاني وهدوس بنفس الايكويشن بالمنظر ده. ايه اللي بان قدامك؟ نفس الاتجاه. ما هو اللي انت رسمه بتقول له ان عند زيرو الحمل كام؟
بزيرو. فهو جه كان الالم انت ده دي نقطه البدايه، فالحين ده زيرو، هل ده فعلا كان المفروض يبقى زيرو؟ لا، وقدروا عند ال بخمسه فطلع الشكل ده، لان انت اللي كتب له كده. طب لو انا عايز اعكسها، عايز الخمسه هنا، يبقى عند زيرو الحمل كام؟ خمسه. وعند واحد بزيرو، والربع والثلاث ارباع اللي يحصل فيهم فاروح جاي هنا قايل ده خمسه وده هو زيرو. طب وهنا يبقى كام؟ 75. وده واروح جاي دايس، مش مختار انا ده، رحت دايس ابلاي، راح عمل ايه لكل واحد المسدد. يبقى تاني الحاجه الوحيده اللي احنا بس بنقول عليها زياده، ازاي تضيف نان يونيفورم لود، سواء كان شكله مثلث سواء كان شكله شبه منحرف. يعني لو كان الحمل بتاعك شكله عامل كده، كل المطلوب منك انك تعمل ايه؟ ادينا القيمة في البداية، ادينا القيمة في النهاية، ادينا القيمة في نقطتين فين؟ في الرابع والثالث تلو. بالأرقام اللي انت تدخلها هو هيرسم بيها. انت اديته هنا اربع نقط في الجزء ده، راح موصل ما بينهم بعد توزيع الحمل. اديته هنا اربع نقط وصل ما بينهم بعد توزيع الحمل. حاجة مهمة انك لما بتدخل توزيع الحمل على كل ألمنت مرتبط بنقطة البداية والنهاية. طب ودول ابتدوا منين؟ من رسمك. لما جيت ترسم ابتديت ارسم الالمنت ده من هنا لهنا، يبقى فين نقطه البدايه؟ اهي. طب والالمنت ده كانت دي نقطه البدايه، يبقى هو معتمد على الرسم بتاعك. واحد تاني كان جه الالمنت التاني ده رسمه من هنا لهنا، يبقى المعادله اللي احنا دخلناها مظبوطه بالنسبه له؟ لا. يبقى الفكره كلها انها مرتبطه بنقطه البدايه والنهايه. تمام لحد كده؟ جربوا تعملوا دي. كل ده اهم حاجه بالنسبه لنا. ايه الفرق ما بين دي واللي فاتت؟ انترميت هينج بس، هي فقط انترميت هينج. فانا اللي عايز اعمله عايز اعمل انترميت هينج. ايه بقى؟ ايه معنى انترميت هينج؟ معنى العزف يعني. اللي بيميز النقطة دي الحاجة الوحيدة اللي بيميز النقطة دي ان المومنت عندها بكام؟ بس مفيش فرق ما بينها وما بين أي نقطة ثانية غير ان النقطة دي بقى المومنت عندها بزيرو. هل لما احنا كنا عاملين دور في السبورتات كان في سبورت اسمه انترميت هينج؟ يبقى بالتالي مفيش حاجه جاهزه اسمها انترميت هينج. يبقى انت اللي لازم توصل له المعنى اللي انت عايزه. احنا فاهمين انترميت هينج خلي المومنت عند النقطه دي بكام؟ طيب ازاي اخلي نقطه معينه المومنت عندها بزيرو؟ انا هرجع دي خالص وليكن المساله بتاعتنا اللي هي ديستريبيوتد لود، فاروح حاطط هنا ديستريبيوتد لود وخمسه. رجعتها بس ايه السبيل دول بتاعك. تعال بقى نشوف ازاي اعمل انترميت هينج. مبدئيا انترميت هينج على بعد 2 متر من السبورت ده، هل في نقطه هنا؟ مش عارف القط دي. طب عشان اعمل نقطه اعمل ايه؟ من جوينت وعملت اوفست 2 ودوست عند النقطه دي، رسمت النقطه بتاعتي. طب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انت عايز المومنت عند النقطه دي على الفريم يكون بكام؟ يبقى لازم تمسك الفريم نفسه. طب هو انا لو حددت الفريم ده، لو مسكت الفريم وجيت من اساين على الفريم، في بقى حاجه اسمها ريليز او بارشل فيكس، ريليز مومنت ريليز، ودوست عليها. تعال نشوف حاجه كده. بيقول لك انت عايز ريليز، دي معناها ما يصفر لك قيمه سترينج اكشن محدد انت عايزه. ممكن اكشن فورس، ممكن شيل، وممكن ايه؟ طيب بص، لما بيجي يقول لك انت هتعمل ريليز للمومنت فين وفين؟ من الستارت والاند. اختيارك للالمنت ده بدايته فين ونهايته فين؟ دي بدايته هنا ونهايته هنا. هل الستارت والاند هم النقط اللي انت عايز تصفر عندهم المومنت؟ يبقى لازم الفريم اللي تستخدمه يكون نهايته او بدايته النقطه اللي انت عايز تعمل عندها ايه؟ ترميت هينج. يبقى انت لازم تعمل ايه في عند الفريم ده؟ لازم تقسمه. طب ازاي اقسم حاجه انا مش عايز انصحه وارسمه من جديد؟ ازاي اقسمه؟ انت عايز تقسمه مع النقطه دي، اخترته هو النقطه، اخترته هو النقطه اللي انا عايز اقسم عندها. من قائمه ادت في حاجه اسمها ادت لاينز، ادت لاينز، بعدها ديفايد ايه؟ ديفايد فريم. ديفايد فريم دي بقى جواها كذا اوبشن. اول اوبشن فيهم ديفايد انتو سبيسيفايد نمبر اوف فريمز، عايز تقسمهم عدد من القطع متساوي، وليكن 2 يبقى هو يعمل ايه؟ يقسمهم لك 2، 3 يقسمهم لك 3. انا عايز كده؟ لا، ده 1 2 متر، 1 3 متر. بعد كده بيقول لك بريك ات انترسكشن وسلكتد جوينتس وستريت فريمز واريا ايدجز وسوليد ايدجز.
يعني بيقول لك قسم الفريم ده عند التقاطع مع سلكت الجوينت النقط اللي انت مختارها. يعني انا ما اخترتش النقطه مش هيعمل ايه مش هيقسم عندها. وسلكت ستريت فريمز الفريم المستقيم واريا ايدج حدود بلاطه وسوليد ايدج لو انت راسم بالقلم انت اسمه سوليد مع الايدجات بتاعتك. بعد كده بيقول لك ديفايد سبيسيفايد ديستانس فروم اي اند اوف فريم يعني فريم معين ريليتيف او ابسوليوت. دي بيقول لك انت عايز تقسم الفريم على مسافه محدده على مسافه محدده. لو ريليتيف يبقى هو القيمه دي الاكس على ايه كام. لو انت عايز تقسم عند نقطه في النص بالظبط يبقى المسافه بتاعه الاكس على ايه في خط كام نص. طب لو ابسوليوت يبقى لو الطول بتاعك كان 5 يبقى النص بتاعك بقى قد ايه 2.5. طيب دلوقتي انا لو عايز اقسم الفريم زي ما انا كنت شايفه كان على بعد 2 و 3 لو قلت له دخل كام اكس على ال 2 على 5 اللي هي بكام 4.4. طب لو خليت دي ابسولوت ادخل كام الرقم 2 يبقى تاني لو عايز تقسم 2 متر و 3 متر ممكن اخلي دي ابسولوت واخلي دي كام 2 حتى هو قال لك دي 2 متر او اخليها ريليتيف وساعتها هتخلي الرقم ده كام 4.4. طب هو كان لازم يقسم بالطريقه دي مش انت كنت مختار الخط والنقطه كان ممكن تختار ايه كمان قسمهولي عند التقاطع مع النقط اللي انا مختارها لك. ففي كذا طريقه للتقسيم تقدر تقسم ايه تقسم بيهم. حتى في اوبشنز ثانيه بعد كده بيقول لك ديفايد at intersection with a coordinate plane in the current coordinate system. لو دوست عليها بيقول لك اختار coordinate plane x y مثلا plane معين وانت عايز تقسم الخط ده معاه. بعد كده visible grids لو راسم جريدات وعايز يتقطع مع الجريدات دي انا هعمل اي حاجه منهم. لو خليت مثلا الريلاتيف دي بوينت 4 او ابسوليوت حتى 2 ودوست apply راح قسم لك دي النقطه دي اللي احنا كنا بس عاملينها في النص صح خالص عشان ما تخيلناش. قسم لك ده فعلا اهو دي 2 متر وبعدين قسم لك دي كام 3. دلوقتي بقى انا الفريم ده عايز المومنت يكون بزيرو في بدايته ولا نهايته نهايته فاروح جاي من هنا اساين فريم ريليز عايزين نصفر مين المومنت واني مومنت في دول ثلاثة في الستارت ولا في الاند في الاند في مين اللي بيقول في الاثنين والاثنين ليه دي البدايه ودي النهايه. انت عايز المومنت هنا بزيرو لا عايز المومنت فين عند النقطه دي بس فرحت قايله في الاند. وبص انا بيقول لك انت عايزه بكام بزيرو ولا عايزه برقم ثاني بزيرو. رحت دايس اوكي ما بدوش اوكي بتظهر لك النقطه الخضراء دي حتى هتلاقي تحس ان طوله اسر هو طوله ما اسرش ولا حاجه بس هو بيبين لك الريليز اللي حصل بيبين لك الريليز اللي اتعمل كانه بيقول لك انت سحبت ده بعدته عنه شويه عشان المومنت هنا يطلع بزيرو. ساعتها هل انا مضطر ان امسك الفريم ده واقول له خليني بقى نقطه بدايته المومنت عندها بزيرو برضه. هو احنا كنا بنقول دايما ايه في ستراكشر لو حسبت المومنت عند النقطه اللي الشمال وجيت حسبته لليمين لازم يطلع ايه فمعنى كده انك اجبرته ان باتجاه معين يطلع بزيرو يبقى اكيد الثاني هيطلع ايه. طب تعالى نجرب كده انا هسيب نفس الاحمال واحل وتعالى نشوف شكل البندنج مومنت ده شكل الديفورمد شيب اهو. لو طلعت المومنت اللي موجود على الفريم ادي النقطه دي عندها مومنت كام بزيرو. يبقى تاني كده عايز اعمل انترميت هينج في اي مكان انترميت هينج هي نقطه على الفريم وبالتالي لازم تحدد النقطه دي من على الفريم نفسه. لما بنيجي نعمل ريليز بيقول لك نقطه البدايه والنهايه يبقى لازم نقطه الانترميت هينج يا اما تقع في بدايه العنصر او نهايته ما ينفعش تكون في نصه. طب اخترت الالمنت ده بتخش على اساين فريم ريليز بعد كده بيقول لك عايز تصفر مين عايز تصفر المومنت اهو اروح مختار الالمنت ده ودايس اساين فريم ممكن رن ونعملها تاني اساين فريم في ريليز هنا اهي دوست ريليز بيقول لك عايز تصفر مين عايز اصفر المومنت ام 3 في البدايه ولا النهايه في النهايه فرحت دايس اوكي اول ما ادوس اوكي هتلاقي اللي حصل ظهرت لك العلامه الخضراء دي والطول تحس انه يسر شويه اول ما بتدوس اند فورم شيب بيرجع الشكل لطبيعته. طيب لو انا كنت عامل كده وعايز اتاكد ان هو فعلا معمول اختار الفريم ده ودوس كليك يمين وتعالى نشوف هنا في حاجه اسمها ايه ريليز
ان جي كاتب لك ايه؟ يعني انت عامل ريليز لمين؟ لام 3. دي الاساينمنت، اي حاجه عملت لها اساينمنت على الفريم ده لازم تظهر لك هنا. يبقى هو ده بس الفرق الوحيد او الحاجه الوحيده اللي كنا عايزين ايه؟ عايزين نزودها ان احنا ازاي نعمل انترميديت هينج. طيب نرجع بقى تاني كده، ده كان بالنسبه للبيمز. انا بقى دلوقتي لو عايز اعمل فريم زي ده تفتكروا ايه اللي هيفرق؟ بالظبط، بدل ما كان عندك جريدات وشغال على زد واحد، تعال نقول من عد كده. بالنسبه للمثال الاولاني ده تعال نشوف الجريدات. اولا دي تترسم في اي بلين؟ اكس زد. عايز اشوف الجريدات اللي في اتجاه اكس، وانا في اتجاه اكس كده تعال نشوف عايز كام جريد. عايز واحد هنا، واحد كمان هنا، يبقى دي اثنين، بعدين ثلاثه. يبقى انا عايز كام جريد في اكس؟ ثلاثه. عايز كام جريد في واي؟ واحد بس. طب عايز كام جريد في زد؟ واحد. اثنين ثلاثه. انت لو عايز تعمل مساله زي دي اول واحده هروح جاي، انا عايز اعمل نيو موديل، اختار وحدتك اللي انت عايزها كيلو نيوتن او طن زي ما انت عايز. دوست جريدز، دوست جريدز، بيقول لي عايز كام جريد في اكس؟ قلنا كام؟ ثلاثه. عايز كام جريد في واي؟ واحد. كام جريد في زد؟ ثلاثه برضه. السبيسنج دي هل هم ايكوال؟ يبقى مش فارق، اكتب اي رقم واحنا جوه ايه؟ نعدلها. دوست اوكي، ظهرت لي الجريدز دي. انا هقفل وعايز ابين بس الاكس زد ده اللي قدامي، عايزين نعدله بقى. كليك يمين، اديت جريد داتا، موديفاي سبيسنج ولا اوردينتس؟ سبيسنج. المسافه بين اول اكس ده كام؟ واحد. يبقى انا اروح جاي قايل له كام؟ واحد. طب واللي بعدها دي كلها كانت 8، انت خدت منها واحد، يبقى كام؟ يبقى 7. طيب تعال نشوف في الزد كمان اهي، من هنا لحد كانتليفر دي كام؟ 3، وبعدها 2. فاروح جاي دي 3 ودي 2. لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب دوست اوكي، هلاقي الجريدات اتعدلت بالمنظر ده. تاني خطوات بتاعتنا، ديفاين الماتيريال، هروح داخل في الماتيريال، تعال نغير، خليت الماتيريال دي كونكريت، الجامعة بتاعتنا كام؟ 25 لو وحداتي كيلو نيوتن، واتنين ونص لو وحداتك الاي، هنحسبها 4400 جذر اف سي يو بالنيوتن، وبعدين اضرب في 1000 عشان احولها. خلصت البروبرتيز بتاعتك، دوست اوكي. تمام كده؟ طيب بعد كده محتاجين نعرف الايه؟ سكشنز. هتلاقيني بقى جيت قلت لك هنا البيم سكشن 30 في 70، طب والعندان؟ 40 في 40، يبقى انت هتعرف كام سكشن؟ 100. يبقى انا كل اللي عايز اعمله عايز اقول له اد نيو وكونكريت ريكتانجل، تعال نقول ده البيم ال 30 في 70، الدبس كام؟ 0.7 والعرض 0.3. اوكي؟ ايه المشكلة؟ ده احنا قلنا هنعدله وبيفرق بس في ايه؟ في الديزاين. فحتى لو سبته كاناليسيز مش فارق معايا في حاجة، لكن يفرق في الديزاين. طيب ده بالنسبة للبيم. عايز نعمل اد نيو، هيفتح ويقول لك شوف انت عايز ايه تاني. في اختيار تاني بما انك عندك سيكشن في اسمه اد كوبي اوف بروبرتيز. بدل ما تدوس نيو خد لي نسخة من اللي موجود. مش انت مختار ده؟ بص اول ما تدوس اد كوبي كام؟ 0.7.3، هو خد لك نسخة منه. عدل بقى انت عليه، هقول ان ده العمود ال 40 في 40 مثلا. الدبس بكام؟ 0.4 والعرض برضه 0.4. لو عايز تعدل بقى التسليح بتاع ده وان كان مش هيفرق معانا في الديزاين، حول لعمود. لحد دلوقتي في مشكلة انك تعرف السكشنين؟ عرفت السكشنين، الخطوة اللي جاية هي ايه؟ عايزين نرسم الكلام ده. هل كل دول هيتمثلوا بإليمنت اسمه ايه؟ فريم إليمنت، بس هيترسموا بفريم إليمنت. فهروح دايس هنا درو فريم إليمنت، نيجي بقى نشوف دلوقتي. عايزين نرسم الأعمدة ولا نرسم الكمر؟ لو رسمنا الأعمدة يبقى اختار أي سكشن؟ كولم. فاخترت السكشن ده، أدي سكشن الكولم، وابتدى من هنا لحد فوق ومن هنا لحد فوق. دول كده العمودين اللي موجودين. طب عايز ارسم الكاميرا يبقى اختار انا سكشن، السكشن بتاع البيم.
وادي الكاميرا بتاعتك. وكان في ايه كمان؟ في كانت جيفر صغيره هنا. يبقى انا اللي عملته انا بس رسمت ايه الرسمه. انا عايز ابين كل حاجه بالسكشن بتاعها، فاروح جاي هنا قايل له باين لي الالوان بايه بالسكشن. فبقى كده ان في سكشن للبيم وسكشن لمين للكولمز. طيب بعد كده عايزين نحط السبورتات. المساله بتاعتنا كان السبورتات اللي فيها ايه، هنا هينج وهنا رول. المساله دي تورمنت عاديه، فروحت مسكت دي اساين جوينت ريسترين هينج، بعدها اساين جوينت ريسترين رولر. الخطوه اللي بعد كده الاحمال. المساله اللي كانت موجوده قدامك كانت ايه الاحمال اللي فيها؟ ديستريبيوتد لود فوق على الفريم، وكونسنتريتد لود فوق هنا على الكانتريفر، وقوه افقيه عند النقطه دي. تعال نعملهم حاجه حاجه. تعال نعمل ديستريبيوتد لود. فرحت مختار الفريم ده اساين فريم فريم لود ديستريبيوتد، ده يونيفورم ولا نان يونيفورم؟ يونيفورم. وخدت قيمته 2، كانت القيمه بتاعته 2. عايزين نعمله كيس جديده، يبقى هرجع اعمل ايه لود باترن جديد. انا هحطهم مثلا على ديد لود ودوست اوكي. ادي اللود ده اتضاف. كان عندي ايه كمان؟ كان عندي على الطرف بتاع الكنتريبر هنا حمل كونسنتريتد قيمته كام؟ 6. فاروح جاي حدد النقطه دي وعامل اساين جوينت لود فورس. تعال نشوف بقى. ايه انا ما كنتش عامل غير ديت بس. انت عايز تعمل لود باترن جديد وتزوده؟ ماشي. اساين جوينت لود فورس. انا عشان كان معمول ديليت فما كانش في حاجه اصلا موجوده، دوست بس ريبليس او ريبليس دي. الفورس بقى اللي موجوده راسيه قيمتها كام؟ 6، ولتحت فسالب 6. تمام. دوست اوكي. الفورس دي اتحطت. كان في كمان عند النقطه دي قوه افقيه قيمتها 4 والناحيه اليمين. ناحيه اليمين على اتجاه الاكس، موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى انا هقول اساين جوينت لود فورس في اتجاه الاكس، يعني مفيش حاجه في الزد، وقيمتها 4. ودوست اوكي. تمام كده. دي كده الاحمال. بعد كده خلاص بقى عادي اللي جاي كله هترن. انتوا طبعا سايبوه في مكان تاني. رن الموديل. هو ايه الموديل اللي عملته رن؟ الموديل دي انا بقول لك هي مش حاجه بالنسبه لك دلوقتي، هي بس بترن حاجه اسمها موديل اناليسيز، نتكلم عنها لما نيجي نتكلم في الزلازل. بتاخد شويه وقت، يعتبر اكتر من الوقت اللي بتحل فيه مسائل عاديه. بما ان انا مش مهتم بيه فنقفله دلوقتي. لما نيجي بقى نتكلم في الزلازل هقول لك هو بيعمل ايه بالظبط. يعني ده الديفورم شيب. لو عايزين نطلع البيندنج مومنت اللي موجود على الفريم، ده شكل البيندنج مومنت. طب وده عليه مومنت ولا لا؟ هنشوف كده الرسمه بتاعت المساله. ده كان تحت رولر، فده هيطلع عليه مومنت. اه فعلا ده طالع عليه المومنت بكام؟ بزيرو. ودي شبه سمبل بيم عشان ديستريبيوتد لود. وادي كان هنا طالع مومنت. حتى لو جينا نشوف على الكنتريفر طالع عندها ايه؟ عندها مومنت. بنفس الطريقه بقى عايزين نطلع الشير، عايزين نطلع النورمال، نفس القصه. فلو جيت طلعت شير 2-2 ده شكل الشير اللي موجود. لو عايز اعمل حاجه بس شبه كده كده سريعا، فعايز كام واحد في اكس؟ 1-2-3-4، وبعدين في زد 3. ماشيهم كده. اصل في كنتريفر وبعدين في اللي هو التغير بتاع اللي بعد كده ده لود. ادي 1-2-3-4 في اكس. الاثنين دول زي بعض. واحد 2-3. طيب الرسمه بتاعتي انا هعرف بقى القطاعات بتاعتك. تعال نعدل المسافات. ماشي بس في الموضوع ده كده سريعا. هو ايه ال ده 2 و6 2 5؟ ده كان شكل الجريدز اللي موجوده.
يعني ده شكل الجريدات. وطبعا محتاجين نعمل ديفاين ماتيريال والسكاشن. بعد كده لما تيجي ترسم هنرسم حاجه بالمنظر ده. ده شكل الفريم بتاعك. طبعا هتعرف السكاشن وتعمل كل حاجه. انا بس اللي عايز اعمله هو الممبر المايل ده. لو عايز ادخل عليه الحمل هيدخل ازاي؟ طيب ده فريم, عايز ادخل عليه الحمل فهقول اساين, فريم وديستريبيوتد. تعال بقى نشوف ايه الاحتمالات اللي موجوده جواه. اول حاجه هو جلوبال, انا شغال على اكس وعلى واي. جلوبال يبقى انا شغال اكس واي وزد. هنيجي بقى هنا الحمل بتاعك اللي موجود على الممبر المايل ده, هل هو في اتجاه الجرافيتي؟ اتجاه الجرافيتي على شكله ايه؟ راسي ونازل لتحت. طيب ايه الاحتمالات بتاعت الحمل على ممبر مايل؟ اول حاجه ده الممبر, يبقى هو دايما هيحط الحمل على انهي طول؟ على طول الممبر. هل في احتمال انه يحط على طول تاني؟ انت مختار الممبر ده. اول حاجه لو كان الحمل راسي بالمنظر ده, ده كده في اتجاه مين؟ ده كده في اتجاه الجرافيتي. يبقى انا لو عايز ادخل حمل راسي من تحت يبقى ده في اتجاه الجرافيتي. طيب لو عايز نفس الممبر ده والحمل بتاعي كان كده, طيب تعال نوصف الحمل الاول. الحمل ده وصفه ان هو عمودي على مين؟ عمودي على الممبر. هل ده في اتجاه اي اكس من الجلوبال؟ اكس او واي او زد؟ تاني الحمل ده كان راسي فقلت الجرافيتي او نيجاتيف زد, خلاص ده بالنسبه للجلوبال. الحمل ده عمودي على الممبر, هل ده في اتجاه اكس او واي او زد؟ يبقى بالتالي ينفع ان انا اخلي ده جلوبال. طب ده هيبقى لوكال, ده اول اتفاق اتفقناه. سؤال تاني بقى, ده في اتجاه اني اكس من الثلاثة اللوكال؟ واحد اثنين ثلاثة. تعال نشوف, واحد كان بيبقى في اتجاه الطول بتاع الممبر, اثنين عمودي عليه, وثلاثة بره السطول. ده في اتجاه مين؟ ده في اثنين وبالسالب. يعني لو انا عايز امثل الحمل زي تاني واحد انا رسمه, لازم احول من جلوبال لايه؟ للوكال. وبدل ما هو واحد اخليه اثنين, والحمل بتاعك هيخش بالموجب ولا بالسالب؟ هيكون سالب 2. ودوست ابلاي, هو ده اللي انت عايز تدخله ولا لا؟ يبقى في فرق ما بين ده وما بين ده. ده اتجاه الحمل راسي والتحت, فده اتجاه الجرافيتي. فلو جيت خليت ده جلوبال وده جرافيتي ودوست واختار الفريم ونفس القيمه مثلا اللي هي الاثنين دي ودوست ابلاي, بص شكل الحمل ده, ده راسي اهو فوق. انا عايز اجيب ده عمودي عليه, ولا هو في اكس ولا في واي ولا في زد؟ ده في اتجاهات المحاور, جلوبال ولا لوكال؟ يبقى اول حاجه لازم احول ده للوكال. ثاني حاجه انهي محور من اللوكال؟ واحد في اتجاه الممبر, اثنين عمودي عليه, وثلاثه بره. يبقى ده في اتجاه مين؟ اثنين. فرحت جيت ده خليته هنا لوكال وده اثنين وهو بالسالب, فعملت حاجه بالمنظر ده. ده الشكل اللي انا عايزه. تمام كده؟ طيب السؤال بقى الثالث, او ثالث حاله مثلا, ده نفس الممبر بس الحمل اللي انت عايز تدخله بالمنظر ده هيبقى جلوبال. طيب اول حاجه اتجاهه جلوبال ولا لوكال؟ جلوبال. اتجاهه جلوبال صح ولا لا؟ اللي هو ده. طيب السؤال الثاني, الطول اللي بيأثر عليه, هل طول الممبر مبدئيا ايه؟ جلوبال. ده المسقط بتاع مين؟ يعني بتاع الطول نفسه. يعني الطول المايل ده ليه مسقطين, مسقط افقي ومسقط راسي, اتجاه الحمل كان في اتجاه الجلوبال, خلاص رجعت خليت ده جلوبال هنا. طيب كويس قوي. الجلوبال ده عايز الحمل, لو انا سبت دي في اتجاه الاكس تفتكروا شكل الحمل هيبقى ازاي؟ عارف هيبقى ازاي؟ هيأثر على الممبر ده كده واتجاه الحمل كله ايه؟ كله اكس. ولو القيمه دي كنت عايزها اثنين هتلاقي هنا الاثنين. هل ده زي ده؟ نعم. طب اللي انت كنت عايزه, عايز دي اثنين على مسافه مثلا 3 متر والطول الافقي ده كان 4 يبقى المايل كان 5 فرضا يعني. هل الاثنين على طول 3 زي اثنين على طول 5؟ طبعا لا. طيب انتوا لسه قايلين ان هي على مسقط ايه؟ على المسقط بتاعه مش على الطول. طيب لو جيت عملت كده ومختار ده اللي ظهر قدامك دلوقتي, انت عامل ده ايه؟ ده واي.
هو على مسقط واي ولا اكس؟ على مسقط الاكس. ادي الممبر بتاعك والمره دي هو اكس بروجكتد اللي هو عمله ايه الاثنين دي بس عشان ندخل اشاره بالنيجاتيف. لو انت عايز تخليها بوزيتيف الرقم اللي موجود قدامك ده هل ده 2 ده 1.4 ده عندي كانت كام؟ 2. طب 1.4 دي جت منين؟ مش انت كنت بتقول ان الاثنين بتاثر على طول وليكن 3؟ هو عايز يحوله انه هيأثر على طول الناجي ده طول اكبر ولا اقل؟ ده طول اكبر. يبقى لازم قيمه الحمل تقل ولا تزيد؟ تقل. وقيمه الحمل دي لو عايز تحسبها حمل القوى الاثنين هتديك مين؟ 1.4. طب هو ينفع يحط حمل في الهواء اللي احنا رسمينه على ورقه او على السبوره؟ انت موقف حمل كده في الهواء هل ينفع المبنى على ستراكشر زي ده او على موديل اقول له في حمل بيأثر هنا؟ بيأثر على ايه؟ انت لازم تديله element يتحط عليه الحمل. انا ما عنديش حمل راسي فهو بالنسبه له element ده طول، وعشان كده هو اداك الاوبشن بتاع مين؟ بروجكتد. دخل له القيمه اللي انت عايز تدخلها وهو هيحولها اوتوماتيك. فتاني كده حالات الاحمال انك تدخل حمل على ريمبر مايل قدامك تعمل كل حاجه انت عايزها. لو كان حمل راسي ونازل لتحت فده في اتجاه الجلوبال والجرافيتي، او حتى مش لازم يكون في اتجاه الجرافيتي ممكن يكون جلوبال واكس زي ده. ده جلوبال واكس وده جلوبال وجرافيتي. طب اللي فوق ده هل ده جلوبال؟ ده لوكال. يبقى بالتالي لازم تحول السيستم كوردن سيستم بتاعك للوكال وبعدين تشوفه في اتجاه مين وتدخل القيمه بتاعتك. وده اللي احنا عملناه في الكيس دي. الكيس دي اللي احنا كنا بنقول لا ده اللون اللي انا عايز ادخله مش على طول الممبر ده على مسقط بعد من البعدين. يبقى اول حاجه حددوا على انهي مسقط ده كان في اتجاه اكس جلوبال ولا لوكال؟ جلوبال. خلاص السيستم جلوبال. يبقى هختار المره دي اكس بروجكشن مسقط بتاع الاكس ودخلت قيمه الاثنين هو اوتوماتيك هيحولها قيمه مكافئه لانه بيأثر على طول اكبر من الطول اللي انت كان قصدك عليه. انت كنت بتقول له الاثنين في الطول ده هو راح محولها لايه؟ طول اكبر شويه. فطبيعي ان قيمه اللود اللي يحصل فيها كان الفرق او العلاقه ما بين الاثنين وال 1.4 هي التحليل بتاع بزاويه الميل اللي موجوده. يبقى حد عنده مشكله انه دخل اي كيس من الكيسز دي؟ نفس الوضع لو رسمته على الافق هيحدد هو. لو رسمت ايه؟ لو رسمت الحمل الموزع على طول الافق فوق يعني. اه بس لو عملت مثلا مسقط الراسي اه هيعمل نفس القصه. بدل انت عايز تحط مثلا هنا اثنين هتلاقيه جاب المكافئ ليهم على طول الميل بنفس الطريقه. طيب ده كان بالنسبه انك لو عايزين نغير او نحط حاجه على حمل على ممبر ميل. الفكره الثانيه اللي عايزين برضو نتكلم فيها كده سريعا لو عندك حاجه بالمنظر ده ايه اللي بيميز؟ ايه الفرق ما بين اللي احنا اشتغلنا فيه دي واي مساله من اللي فاتوا؟ لو عايز اشتغل حاجه زي دي كام جرد في اتجاه اكس؟ 1 2 3 4 5. كام جرد في واي؟ 1. كام جرد في زد؟ 1 2. في مشكله انك ترسم دي؟ الحاجة الوحيدة اللي هتقابلك هي مين؟ لينك ممبر. لو عايز ارسم لينك ممبر اللي احنا عملناه من شوية مش هو انترميت هنج في الأول وفي الآخر؟ فكنا بنختار الفريم ونعمل إيه؟ طيب الحاجة الأولانية اللي أنتوا هتعملوها إنها لو جيت تعمل ده كده سريعا المسافات بتاعتي 3 و2 و2 و3. طيب وهنبتدي ترسم انا بس اللي عايز اوريه لكم بقى هي الخطوه دي الخطوه اللي جايه هي ايه؟ انا عندي هنا في لينك ممبر فقدامك حل من اثنين. الحل الاولاني اللي احنا جربناه قبل كده انا رسمت فريم عادي وبعدين اختار الفريم ده اعمل ايه؟ اساين فريم ريليز. بس المره دي عايز تعمله ريليز في الاول ولا في الاول وفي الاخر؟ في الاول وفي الاخر. لو دوست اوكي هتلاقي النقطتين دول اللي حصل فيهم دول كده اتعمل لهم ريليز وبالتالي ما تيجي تحل هتلاقي ان المومنت هنا بقى بكام؟ بزيرو. طب في حل اسهل بقى من كده؟ اه لما بنيجي نرسم قلنا القايمه دي بتظهر كان بيبقى جواها هنا المومنت الليز فيه اختيارين ايه هما؟
كونتينيوس وفي واحد اسمه ايه بند ده هو اوتوماتيك هيعمل انترميت هنج في الاول وانترميت هنج فين فممكن لو اخترت بند وانا برسم الالمنت ده تعال نجرب بقى مش هو اترسم هختار الالمنت ده ونشوف البروبرتيز بتاعته ايه اللي موجود هنا ريليز من غير ما اعمل ريليز هو عمل ريليز للمومنت في الاول وفي الاخر وللتورشن كمان وبالتالي ما بقاش عندي مومنت من غير ما تعمل ريليز يبقى تاني كده لو عايز تعمل انترميت هينج عرفنا ان احنا بمسك الفريم اساين فريم ريليز وتشوف انت عايز تشيل البدايه والنهايه او النهايه طب لو انا عايز اشيل الاثنين ممكن بنفس الطريقه فريم ريليز وتشيل الستارت والاند او ممكن تعمل ايه بند ان انا وانا برسم الالمنت قبل ما ارسمه اختار مين اختار بند ودي المفروض تبقى البدايه بقى لو انا عايز ارسم ايه عايز ارسم تراس تفتكر انا عايز ارسم تراس بالمنظر ده ايه اللي مميز تراس كلهم ايه كلهم بند فقدامك برضو حل الاثنين ارسمهم كلهم فريمات بعد ما ارسمهم اختارهم كلهم ونعمل ايه ونعمل ريليز او من البدايه ابتدي اعمل ايه طب تعالى نعمل مساله منهم نعمل انا واحده بدول هعمل الاثنين مش زعل على الراجل ده هعمل الاثنين لا يا عمر تصدق ازودهمك بالهومورك الهومورك معاك تقريبا خمس او ست مسائل شبه يعني برضو بيم واثنين فريم واثنين ترس نزلتهم على الجروب انا النهارده الصبح طيب تعالى نعمل مثلا الارنيه دي هنعمل الارنيه انا هبتدي موديل اهو وملوني انتوا كده لو انا عايز ابتدي الموديل ده اول حاجه اللي فوق دي اعمل كام جريد فيكس 1 2 3 4 5 6 7 7 كام فاي 2 دايما بتعمد اسالكم فاي عشان تغلطوا فاي هو واحد فانا رحت جيت هنا 7 في اكس 1 فاي 2 في زد ها لو انا برسم السيني وده اللي هنعمله المره الجايه واللي بعدها طيب نيجي نشوف هل المسافات بتاعتك متساويه طب ما بص اي مسافه من هنا لهنا واضحه زي دي من هنا لهنا وهكذا المسافات دي كلها واحد بص هو كده لك 3 4 12 دي مسافه دي مسافه والاثنين دول مع بعض مسافه مش انت قسمت كل واحد دي 2 بقى دي 2 و2 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 مش دي كده تعتبر ايكوال يبقى انا ممكن من بره كده اكتب هنا المسافه باتجاه اكس كام 2 طب وفي زد 2 برضو هل كده انا محتاج اخش اعدل اي حاجه في الجريدات جوه يعني انا لو جبت الاكس زد ده هل محتاجين نعدل حاجه خطوه الاولانيه محتاجين نعمل ديفاين للماتيريال انا بقى المره دي ده هقول لك اشتغل على انه ستيك والسكشن بتاعك انجل 50 في 50 في 5 يبقى انت عايز تعدل الماتيريال بتاعتك ايه الستيل بتاعتك فانا هختار الماتيريال الثانيه واعمل لها موديفاير سمي دي ستيل مثلا الجامعة بتاعت الستيل الجامعة بتاعت الستيل الجامعة بتاعت الستيل كام؟ 7.85 تمام 7.85 اللي هي 7.85 طن بعد كده دي الاي الاي دي بتاعت الستيل حد فاكرها كانت كام؟ 2100 طن لكل سنتيمتر مربع اللي هي هتطلع في الاخر 2.1 × 10^8 يعني بعد ما نحولها هي 10^5 بعدين نضربها في 1000 عشان تبقى كيلومتر تمام؟ طيب من هنا مثلا عرفت الستيل دي الماتيريال بتاعتي طيب لو عايز اعرف السكشن اعرفه منين؟ من ديفاين سكشن فريم المره دي بقى اختار كونكريت ولا ستيل في هنا تمبلت سائل الستيل انت عايز تعمله ايه انجل فادوس على انجل دي الابعاد بتاعتك بيقول لك الاوتسايد فيرتيكال ليج شايف الليج اللي فوق دي الراسيه طولها كام انا قايل لك ان هي 50 في 50 في 5 مللي الطول ده 50 مللي يبقى كده هنا كام ده 5 سنتي .05 طب والهوريزونتال ليج 0.05 برضه طب والتخانه 5 من 1000 اللي هي 5 مللي بقت دي مين؟
الانجل اللي انا مدخلها. تاني الاوتسايد فيرتيكال ليج، الاوتسايد فيرتيكال ليج ارتفاع الرجل الراسيه، اوتسايد هوريزونتال ليج ارتفاع الرجل الافقيه، وبعدين الهوريزونتال ليج ثيكنس دخلنا بتاع الافقي، بعدين دخلت مين؟ دخلت الراس. وادي الماتيريال بتاعتنا اللي احنا لسه معدلينها هناك اللي هي الستيل. لو عايز اعمل سيت موديفاير دوستور كي بقى عند السكشن، لو عايزين تغيروا اسمه انا هسمي ده ال 50 50 5. طيب بعد كده عايز ارسم الشكل اللي احنا عايزين نرسمه، هو ده اللي انا عايز ارسمه. فكل اللي اعمله من البدايه عايزين نشتغل على بند ولا في الاخر نرسمهم ونعمل ليه بند؟ اهي لازم تتاكد ان دي معموله بند، وبعدين تعالى ايه نرسم ده كده. ده شكل التراس المطلوب قدامك، ده شكل التراس. بعد ما رسمته تعال نحط السبورتات بتاعتك، هنا رولر وهنا ايه وهنا هنج. فرحت ماسك ده الساين جوينت ريسترين رولر، وهنا لو عملت ابلاي ترجع تعمل سلكت بالظبط كده. عايزين نحط الاحمال بعد كده، عندي هنا 4 وهنا 8 وهنا 3. فهمسك النقطه دي واساين جوينت لود الكيش مثلا دي في اتجاه الزد بالناقص كام؟ 4. كانت 4 يبقى ناقص 4. لا انا برسم عند النقطه دي، يبقى 4 تحت اهي، ودوس من هنا ابلاي هتلاقيها اتحطت دي. بعد كده عايزين نحط 8 عند النقطه دي، اختار النقطه دي وخلي الاربعه كام؟ 8 وابلاي هتلاقيها نزلت. اخر نقطه هنا 3 وابلاي، دول بقوا الثلاث نقط. طيب بعد كده لو جينا عملنا رن هنقفل الموديل ورن، وتعالى بقى نشوف النتائج شكلها ايه. اللي باين قدامك ده الشير، انا بس عايز اعمل حاجه صغيره، عايز اجيب النورمال واوريكم حاجه. ده اللي انا رسمه النورمال فورس على كل مين؟ على كل الممبرز. السؤال بقى دلوقتي، السؤال المفروض التراس يطلع عليه مومنت ولا لا؟ لا. طيب تعالى كده نشوف المومنت ده عليه مومنت ولا لا؟ عايز حد عليه مومنت؟ حد بقى يقول لي ليه المومنت ده جه؟ هو انت ده جه عشان في حاجه، لا في حاجه موجوده بالظبط كده. احنا اتفقنا ان الديد لود بيبقى جواه حمل اللي هو مين؟ فهو اول حاجه راح حاطط ديستريبيوتد لود اللي هو الوزن. طب لو انت عايز تشيله اسهل حاجه، تعالى ديفاين لود باترن، مش ده الديد، خلي الواحد ده كام؟ وموديفاي. تعالى ندوس اوكي ونرن تاني كده ونتاكد. ولسه ما حلش ده المومنت طالع قدامك بكام؟ بزيرو. يبقى تاني كده لو انت عايز تطلع نفس الحل اللي انت بتحله بايديك، يبقى انت بتحل نتيجه الاحمال الرئيسيه بس. يبقى هل في لود موجود؟ لو عايز تشيل الديد لود من لود باترن، خلي الموديفاير بتاع الديد لود كام؟ زيرو اهو. ده كده بالظبط. حتى لو جيت بعد كده وعايز تطلع الشير برضه، الشير بكام؟ الحاجه الوحيده اللي هتبقى موجوده هي نورمال فورس بس، لان ده كله عباره عن ايه؟ ده عملت عن تراس. ثانيه واحده بقى كده.